بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائي المشاهدين بفقد زعيمنا وأميرنا وقدوتنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الليلة، ولعنة الله على قاتله عبد الرحمن بن ملجم، شريك عاق ناقة صالح لعنة الله عليهما، في هذه الليلة الرمضانية وثاني ليالي القدر. يسعدني أن أستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب. عظم الله أجوركم سماحة الشيخ. وأجوركم وأجور جميع المؤمنين والمؤمنات. سماحة الشيخ، إن شاء الله تفضلون في ورقة بحث، وبعدها نتلقى الأسئلة، فلكم الكلام إن شاء الله. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أخي نبيك ووليه وصفيه ووصيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه، قاصم الكفرة ومرغم الفجرة، الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين، اللهم العن قتلة أمير المؤمنين، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. نتقدم إلى ساحة القداسة، إلى مولانا وسيدنا المهدي الموعود صاحب الزمان الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، بأحر وأصدق التعازي بمناسبة ذكرى شهادة مولى المتقين إمام الموحدين يعسو بالدين خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المرتضى صلوات الله وسلامه عليهما. في هذه الليلة العظيمة
التي تتحرى فيها كذلك ليلة القدر، والتي يعيش فيها عالمنا الإسلامي الحزن والحداد على فقد ثاني أعظم مخلوق على الإطلاق بعد محمد صلى الله عليه وآله في هذه الليلة، واستكمالا لما كان منا في الليلتين الماضيتين، فإنا نوقف هذه الأمة على ما نطق به علي في نهج بلاغته، ونلفت الأنظار إلى ما قد يكون مطموسا في معناه وتأويله، ونسترعى انتباه جميع المسلمين إلى هذا البيان من علي صلوات الله عليه، عسى أن يفيقوا ويصحوا ويعرفوا كيف كان ينظر علي صلوات الله عليه إلى من قاتله، وإلى من خرج عليه، وإلى من دفعه عن مقامه، وإلى من خذله وقعد عنه. نقول هذا جوابا على تلك الأبواق المنكرة التي تحاول خداع الناس وإيهامهم بأن عليا صلوات الله عليه لم يحكم بارتداد من قاتله، ولم يذكر عصمته، وأنه كان مع الذين دفعوه عن مقامه الشرعي، كان مع أولئك المنقلبين على أعقابهم كأبي بكر وعمر وعثمان، كان معهم على علاقة طيبة. كذب أعداء الله، ما هكذا نطق علي في نهج البلاغة، وإنما هو تأويلكم الفاسد وأخذكم بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والمنهج العلمي يقتضي منا أن نحمل المتشابه على المحكم. قال أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم: إن في كلامنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن. والذي تقتضيه قواعد العلم والاستنباط والتحقيق أننا لا نأخذ بالمتشابه دون أن نحمله على المحكم، بل نحمله عليه ونرده إليه. كل من يأخذ بمتشابه القرآن يهلك، أما الذي ينظر إلى ذلك المتشابه من زاوية محكم القرآن فإنه ينجو. كذلك في كلام أهل البيت صلوات الله عليهم، حيث إنهم قالوا ونصوا على أن في كلامنا متشابها ومحكما كما في القرآن، فإن علينا أن نرجع ما ورد في كلامهم من المتشابه إلى ذلك المحكم. ومن هنا لا يصح للعدو أن يأخذ بعض المتشابهات في نهج البلاغة ويفسرها على هواه، ويوهم الناس أن عليا صلوات الله عليه كان على تواد وتصاف مع أمثال هؤلاء المنافقين الخائنين المنقلبين. إذا لاحظتم أيها الإخوة، فإن في هذه الليالي إنما عرضنا عليكم المحكم من كلامه صلوات الله عليه،
حيث لا مجال للتأويل البعيد عن حق المعنى، لا مجال لتأويل قوله عليه السلام عن طلحة والزبير مثلا: إنه كان نقضهما لبيعة كردتهما. هذا من المحكم الصريح الذي ينطق فيه علي عليه السلام بردة طلحة والزبير. واليوم كذلك نخرج إليكم شيئا من محكمات نهج البلاغة التي تدل بكل وضوح وصراحة على أن عليا صلوات الله عليه كان يعتبر من خرج عليه، وعلى الأخص عائشة وطلحة والزبير، بل ومن قعد عن المشاركة معه في حربه ضدهم، كان يعتبر أولئك ملحدين. اسمعوا هذه الكلمة ونتحدى بها كل إنسان أن يستطيع أن ينفيها إذا ما احتكمنا إلى نهج البلاغة، كما طلبه العدو نفسه في أبواقه. ارجعوا إلى نهج البلاغة. ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري، هذا المنافق الخائن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، واسمه عبد الله بن قيس لعنة الله عليه. هذا الرجل للعلم أراد أن يغتال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالنفر بناقته من العقبة حين كان راجعا من تبوك، واسمه ضمن أسماء المنافقين كما ذكر في الروايات المأخوذة أو المنقولة عن حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل كما تعلمون كان قد عينه عثمان بن عفان الطاغية الثالث لعنة الله عليه، عينه عاملا على الكوفة بعدما طالبه أهلها بذلك. فظل الرجل حاكما على الكوفة إلى أن جاء عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وخرجت على أمير المؤمنين الخائنة المدانة من فوق سبع سماوات عائشة بنت أبي بكر زاد الله عذابها، ومعها فردتي حذائها طلحة والزبير زاد الله عذابهما. خرجوا جميعا في جيش جرار يتوجهون به إلى البصرة لإحداث انقلاب هناك على والي أمير المؤمنين عليه السلام على البصرة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان بن حنيف الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ثم يقاتلون أمير المؤمنين بعدما استولوا على البصرة وجعلوها قلعتهم الحصينة، واستولوا على بيت مالها وفرقوا المال على الجند، يحاربون جيش أمير المؤمنين الذي كان قد أدركهم من المدينة المنورة، أملا منهم في أن يقتلوا عليا صلوات الله عليه ويستولوا على السلطة، وتغدو عائشة بعد ذلك أميرة للمؤمنين. حين ذاك وقبيل وصول أمير المؤمنين عليه السلام إلى البصرة لمنازلة عائشة وطلحة والزبير وجندهم، أرسل إلى أبي موسى الأشعري أمرا بأن يحشد الناس في الكوفة ويبعثهم إليه لينضموا إلى جيشه في مقاتلة
جندي عائشة، الذي حصل أن هذا المنافق الخائن خذل الناس عن مناصرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقام خطيبا في مسجد الكوفة وهو يفتي للناس بأنه عليكم أن تقعدوا وأن لا تشتركوا في هذه التي سماها فتنة. وكان يتلاعب بمشاعرهم كما يتلاعب اليوم أصحاب العمائم البترية المنافقة. كان يضرب أبو موسى الأشعري على أي وتر؟ على وتر العاطفة والمشاعر. كان يصرخ للناس: أتقاتلون زوجة نبيكم؟ عرض نبيكم؟ أما تحترمون حرمة نبيكم؟ هكذا كان يتكلم مع الناس، نفس المنطق الذي تتحدث به العمائم البترية العفنة، عمائم العالمين الثالث والرابع في زماننا هذا، إنما يضربون على هذا الوتر لمنع الجماهير الرافضية من أن تنطق بكلمة الحق في عائشة وتقول عائشة في النار. هذه كلمة حق جاءت عن أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم. يريدون حبس الناس من أن ينطقوا بهذه الكلمة العظيمة التي هي جهر بالحق، بدعوى أن هذه زوجة نبيكم احترموها. منطق هؤلاء هو منطق أبي موسى الأشعري، لا فرق. يريدون جر الناس إلى العواطف التي لم يقرها الإسلام. الإسلام قطع هذه العلائق، هذه الروابط العاطفية. إذا كان الشخص كافراً فلا صلة بيننا وبينه، حتى وإن كان ابنا لنبي. قال نوح: رب إن ابني من أهلي. ماذا جاءه الجواب الإلهي؟ قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. انقطعت العلاقة خلاص. لا يقولن قائل: ينبغي أن نحفظ نوحا عليه السلام في ابنه، نحترم ابنه إكراما لنوح، وألف عين لأجل عين تكرم. لا يقولن مسلم بمثل هذا المنطق. فكذلك بالنسبة إلى عائشة، لا عاطفة تدفعنا إلى احترام عائشة أو السكوت عن جرائمها أو عن قول كلمة الحق فيها، كما لم يسكت أئمتنا عليهم السلام عن عائشة وذكروها بكل صراحة. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: عائشة عظيم إثمها، كبير جرمها. وقال قبل ذلك نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في عائشة أنها رأس الكفر، وقال: ما تترك عائشة عداوتنا أهل البيت. وقال لها: لقد خبثت أنت وأبوك. فنحن لا نسكت عن عائشة ونحارب عائشة، نحاربها لأنها تجسد الباطل، نحارب هذا الشر الذي تشخص في هذه المرأة التي أفسدت وأحدثت وابتدعت وقتلت وأجرمت وارتكبت الفظائع والفظائع، حتى دنست بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أدخلت الرجال فيها وزنت
ابتعدوا أيها الشيعة عن منطق الأشعريين، عن منطق أبي موسى الأشعري. هنالك الكثير من العمائم اليوم هي عمائم أبي موسى الأشعري أمامنا وتتحدث باسم التشيع. أبو موسى الأشعري أيضا للعلم كان يدعي أنه محب لعلي وكأنه من شيعة علي، ولكن الرجل كان على الذي قلناه. ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل. لما أمير المؤمنين عليه السلام ندب، أي أمر ودعا أهل الكوفة لأن يأتوا معه ليقاتلوا أصحاب الجمل، جاء أبو موسى الأشعري وثبطهم، خذلهم حتى يخذلوا عليا عليه السلام. في تلك اللحظة كتب أمير المؤمنين عليه السلام، أو في تلك الآونة كتب أمير المؤمنين عليه السلام له كتابا، هذا الكتاب في نهج البلاغة، تمعنوا فيه وليتمعن المخالف فيه ليرى هل أن عليا كان يحكم على من خرج عليه بأنه مؤمن أم أنه ملحد. الجواب كان يحكم عليهم أنهم ملحدون، عائشة ملحدة، طلحة والزبير ملحدان. نعم، حيث أنهم يتعنونون بعنوان البغاة فإن حكم الإسلام في الدنيا لا يزول عنهم. هذه جنبة فقهية، نحن نتحدث عن الجنبة العقائدية، عن الجنبة العقدية، الاعتقاد في هؤلاء. المخالفون الجهلة إلى اليوم لا يميزون بين الجنبتين في البحث العلمي، في النقاش، في الحوار، في الجدال، في المناظرة، يخلطون بين الجنبتين. أضرب مثالا، عبد الله بن أبي بن سلول، ما نظرتنا إليه من الجنبة العقدية؟ نقول هو كافر منافق في النار. ولكن من الجنبة الفقهية مسلم أم لا؟ مسلم. هو أساسا المنافق شنو يعني؟ المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام فنحكم عليه بالإسلام في الحكم الفقهي، مثلا لا ننجسه، ينكح، يقبل بأن ينكح من المسلمات، يتزوج المسلمات، تجري عليه أحكام المسلمين. هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل المنافقين الذين هم باتفاق المنافقون، يعني باتفاق كل الأمة، أجرى عليهم حكم الإسلام مع علمه بنفاقهم. كان النبي يعلم بنفاق ابن سلول، أي أنه يعلم بكفر ابن سلول وإلحاده، أنه هذا ملحد كافر، ولكن كان يجري عليه حكم الإسلام، وكان يقول أمرنا أن نحكم على الناس بالظاهر أو على الظاهر. فهذا مختص بدار الدنيا أيها الإخوة، هذا مختص فقط بهذه الدار من الجنبة الفقهية. أما لما نناقش شخصية عبد الله بن أبي بن سلول من الجنبة العقدية مع اعتقادنا فيه، نقول كافر ملحد في النار كذا. فلا يصح لأحد أن يقول مثلا أنه كيف تقولون إنه في النار وإنه كافر وهو كان مسلما وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وآله في بيعة الشجرة على سبيل المثال. هذا هنا يكون خلطا بين المجالين، بين الجنبتين، بين الجنبة العقدية أي اعتقادنا في هذا الشخص، وبين الجنبة الفقهية أي ما يجري عليه من أحكام الفقه. العدو الجاهل، ونبهنا أكثر من مرة أن مشكلتنا مع الطائفة الأخرى أنه ما فيها علماء الآن في زماننا، كلهم ذوو مستوى هابط جدا من الفهم والعلم،
جدا مستوى هابط، ما زالوا يخلطون بين الأمرين، يقولون كيف أنتم تحكمون على عائشة وطلحة والزبير بأنهم كفار، والحال أن وجدنا عليا عليه السلام مثلا كان بعد معركة الجمل أرجع عائشة وما حكم بسبيها، والكافرة تسبى في المعارك، كيف تقولون أنهم كفار وقد قال إخواننا بغوا علينا؟ لم يفهموا أن هذه العبارة هي تنزل منزلة الحكم الفقهي. لا يقولون ما دام قال إخواننا فهم مؤمنون. إذا كان الأمر هكذا إذن وإلى ثمود أخاهم صالحا، خلص إذن كلهم كانوا مؤمنين. إذا كان الأمر هكذا هم لم يفهموا حتى آيات القرآن. اقرأوا في القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كيف الله يقول هم آمنوا ثم يدعوهم مرة أخرى للإيمان بالله ورسوله؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا أمر، معنى ذلك أنهم ادعوا الإيمان بألسنتهم ولم يدخل قلوبهم، أي كانوا مجرد مدعين للإيمان منافقين، ما دخل الإيمان قلوبهم، فترتب عليهم حكم المؤمن، حكم المسلم. نعم يعصم ماله، يعصم دمه وماله وعرضه، هذه تسمى حرمة الإسلام، يتحرم حينما ينطق بالشهادتين يتحرم بحرمة الإسلام، تجري عليه أحكام المسلمين، لكننا نعلم أن الإسلام لم يدخل قلبه حقا، فلذا يتوجه إليه الخطاب الإلهي مرة أخرى أن آمن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالمخالف الجاهل إلى الآن لا يستطيع أن يفهم هذه الآية الكريمة، يحجنا بما هو لا يفقهه أصلا. ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري. أما بعد، فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك، هذا القول هو قولك، قول لك، ولكنه ماذا؟ عليك، أي إثمه عليك. فإذا قدم رسولي، هذا رسولي الذي بيده الكتاب، فارفع ذيلك واشدد مئزرك، ارفع ذيلك يعني ذيل ثيابك، ارفعها قوم اتحرك يا أيها القاعد، قم ارفع ذيلك واشدد مئزرك واخرج من جحرك. انظروا هنا كيف أمير المؤمنين عليه السلام يحقر عبد الله بن قيس، كيف يتحدث معه، هذا أبو موسى الأشعري كيف يتحدث ويكتب له مثل خطابا فيه هذا التحقير، يشبهه بالحيوان ويقول له اخرج من جحرك، أنت فأر في جحرك، حتى لا يعترضن معترض ويقول أسلوبكم بعيد عن أسلوب أهل البيت، ما قرأوا لا القرآن ولا نهج البلاغة ولا الحديث الشريف ولا يعرفون سيرة الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ولا يعرفون كيف تعامل الأئمة الأطهار مع رموز الباطل ومع رموز النفاق، ما يعرفون، يطالبوننا إلى أن نتعامل مع هذه الرموز بالطيبة. كلا، نحن نتعامل بالطيبة
بطيبة نتعامل مع من هو مخدوع بتلك الرموز، أما هذا الرمز فحقه أن يهان، أن يسقط. قول عنه حيوان، ماكو مشكلة، الحيوان أشرف منه. من قال أنه هنالك مشكلة في ذلك؟ يقول جادلون بالتي هي أحسن، آمنا بالله ولكن مع من؟ إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء من الذين ظلموا فليس حقهم الجدال بالتي هي أحسن، هؤلاء رموز الباطل لابد أن يسقطوا، يجرحوا، يثلبوا، ما المشكلة في ذلك؟ لا يعرفون. الآن من يقرأ هذا الكتاب يفهم أنه خطاب أمير المؤمنين عليه السلام مع أبي موسى الأشعري، لماذا كان بهذه الشدة؟ فإذا قدم رسولي عليك فارفع ذيلك واشدد مئزرك واخرج من جحرك، هكذا يخاطبه بهذه الشدة. بل أكثر من هذا، أطبقت مصادر التاريخ عندنا وعند مخالفينا على أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يلعن أبا موسى الأشعري في قنوت الصلاة، لما يصلي بالناس يقول اللهم لعن أبا موسى الأشعري، كما كان يلعن معاوية، وكما كان يلعن حتى في بعض الأحيان في قنوت الصلاة يلعن أبا بكر وعمر وعائشة وحفص في قنوت الصلاة، روايات عندنا موجودة. قال واخرج من جحرك واندب من معك فإن حققت فانفذ، إذا حققت ما أمرتك به فانفذ، يلا امضي، يعني طبق الأمر، وإن تفشلت فابعد، وإذا أردت الفشل تفشلت لا تمتثل لهذا الأمر فابعد، روح ولي. وأيم الله لتؤتين من حيث أنت، نأتيك، أبعث إليك بمالك الأشتر يربيك. وبالفعل أخيرا بعث أمير المؤمنين عليه السلام مالك الأشتر رباه، هذا لقنه درسا. وأيم الله لتؤتين من حيث أنت ولا تترك حتى يخلط زبدك بخاثرك، ترى أرسل لك مالك الأشتر رافضي عدل يعلمك أدبك، ولا يتركك حتى ماذا؟ يخلط زبدك بخاثرك. هذه طبعا كلمة بليغة جدا من أمير المؤمنين عليه السلام، أنه لما المرء يصنع السمن يحصل فيه زبد والخاثر، وخاثره الزبد هو هذا الرقيق والخاثر هو هذا الخاثر، فإذا اختلطا معا يحتار الإنسان أنه ماذا يصنع. الآن اختلطا هذا معا، فإذا أشعل النار فهذا سيزيد الاختلاط وسيصبح كدرا، إذا أبقاه أيضا لا يؤكل هكذا، فهو دليل، يعني هذا المثل يضرب لمن يكون محتارا ما يعرف شنو يسوي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا سأجعلك هكذا، لتؤتين من حيث أنت ولا تترك حتى يخلط زبدك بخاثرك، نجعلك محتارا وذائبك بجامدك، هذا عطف على ذاك ويفسره كذلك، الذائب اللي هو الزبد والجامد اللي هو الخاثر، وحتى تعجل عن قعدتك، أنت قاعد على شنو؟ على مسند الإمارة الآن، على مسند ولاية الكوفة، تعجل أي تجعلنا نحن نعجل نسبب عجلة لمن يأتيك فيرفعك عن ماذا؟ عن قعدتك هذه، فنجعل مكانك واليا آخر، حتى تعجل عن قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك، نخليك مرعوب ترتجف بحيث أنه تحذر من أمامك كحذرك من خلفك، لأنه عادة الإنسان
خصوصا في تلك الأزمنة، إنما كانوا يحذرون من الخلف أن يأتيهم أحد ويقتلهم غيلة. يقول له لا، حتى من الأمام الآن أجعلك تخاف، أخليك ترجف 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 يا أبا موسى الأشعري المنافق. وما هي بالهوينة التي ترجو؟ لا تتصور الأمر هين وأنه ستكون لك السلامة، كل تهديد زجر. ولكنها الداهية الكبرى، يركب جملها ويذلل صعبها ويسهل جبلها. إنه شلون واحد من الدواهي الكبيرة يضطر إلى أن يخترق الجبال وأن يركب الجمال، وأن ترى سنجعلك في مثل هذه الداهية والمصيبة الكبرى. فاعقل عقلك هذا كله حتى ماذا؟ حتى الرجل لعله يرتدع ويقول أتوب إلى الله ويدعو أهل الكوفة لنصرة إمامهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فيقول له فاعقل عقلك واملك أمرك وخذ نصيبك وحظك، خذ نصيبك وحظك من الأجر والثواب، فإذا فعلت أهلا وسهلا، وإذا لم تفعل فإن كرهت مصر على موقفك بحرمة محاربة عائشة ودغدغة المشاعر، فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا في نجاة. إذا كرهت قوم ولي، اخرج عن قصر الإمارة وعن مسند الإمارة، اعزل نفسك وتنحى. تنحى إلى ماذا؟ إلى غير رحب، إلى أرض غير واسعة، تروح حتى يضيق الله عليك، ولا في نجاة، تنحى إلى الهلاك إن شاء الله، إلى جهنم وبئس المصير، لا تنجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. فبالحري أي بالجدير لتكفين وأنت نائم حتى لا يقال أين فلان. يقول احنا مو بحاجة إليك، يكفينا غيرك من الشجعان المؤمنين الأبطال الذين يجاهدون معنا، فأنت لتكفين وأنت نائم. روح نام وخيس، خيس نام. ولتكفين حتى لا يقال أين فلان، يعني ما حد بعد يسأل عنك، يقول معركة الجمل يقول وين أبو موسى الأشعري، ما جاهد ما شفنا، لأنه ليست لك قيمة، أنت الخائن الجبان. فبالحري لتكفين وأنت نائم حتى لا يقال أين فلان. هنا شاهدنا آخر عبارة من هذا الكتاب، هي التي تدل على أن علي عليه السلام كان يحكم على أو كان يعتبر من حاربه طلحة الزبير وأمهما عائشة وجندهم وكذا معاوية وأصحابه وأهل النهروان، كل هؤلاء، لأن المناط واحد، المسألة واضحة، وهذا الكتاب إنما كان قبيل معركة الجمل. كان أمير المؤمنين عليه السلام يعتبر كل هؤلاء ملحدين. آخر عبارة وسطر من هذا الكتاب الشريف في نهج البلاغة قال: والله، يقسم أمير المؤمنين، إنه لحق مع محق، إنه لحق مع من؟ مع محق، أنا المحق، وهذا الذي أنا أقوم به الآن حين أدعوك أنت يا أبا موسى الأشعري وأدعو أهل الكوفة لقتال أصحاب الجمل، هذا حق، القتال حق، لأن أبا موسى الأشعري والقاعدين ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون هذا ليس بحق، هذا باطل، لا يجوز محاربة أم المؤمنين، حرام، زوجة النبي صلى الله عليه وآله، لا تجوز الفتنة بين المسلمين، فعليكم بالقعود، هذه فتنة، مع أنه هذا خلاف القرآن، لأن القرآن يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، مو اقعدوا، فقاتلوا التي تبغي. ولا خلاف على أن الفرقة الباغية كانت فرقة عائشة وطلحة والزبير، هم الذين بدأوا الحرب، هم الذين خرجوا إلى البصرة يدعون إلى مقاتلة أمير المؤمنين عليه السلام، وهناك قتلوا
من قتلوا من شيعته صلوات الله عليه، وتتبعوهم في كل رابية، على كل رابية تتبعوهم وكانوا يقتلونهم. فإذا الحكم هو القتال ما دامت لم ينصلح حالها. أمير المؤمنين أرسل إليهم المفاوضين، ما قبلوا بالصلح، ما قبلوا أن يرجعوا من حيث أتوا، فاضطر أمير المؤمنين لأن يخرج بجيشه من المدينة ويدعو أهل الكوفة لأن يلتحقوا بهذا الجيش ويقوموا عليهم. وللعلم كان جيش أمير المؤمنين أقل من جيش عائشة بكثير، حسب الموازين العسكرية المفروض أنه جيش عائشة ينتصر، اقرأوا التاريخ. ولذلك عائشة كانت مبتهجة وكانت تظن أنه إنما هي ساعة ونهزم عليا وأصحابه، خلاص انتهى الموضوع. ولكنها تفاجأت بأن الذي حصل كالذي حصل في بدر، جيش المشركين كان أكثر بأضعاف من جيش المسلمين، لكن الانتصار كان للمسلمين بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فكذلك حصل لأمير المؤمنين. فأمير المؤمنين هنا يقسم في آخر كتابه لأبي موسى الأشعري، يقول: والله إنه لحق مع محق، وما أبالي ما صنع الملحدون. والسلام. وما أبالي، احفظوا هذه الكلمة أيها الناس، أيها المسلمين، أيها المسلمون، احفظوا كلمة علي. يقول: وما أبالي ما صنع الملحدون. الكلام كان في سياق ماذا؟ في سياق التحريض على قتال أهل الجمل. فكان يؤكد أولا أنه هو حق، هو على حق، والله إنه لحق مع محق، والطرف الآخر: وما أبالي ما صنع الملحدون. فعائشة ملحدة، طلحة ملحد، الزبير ملحد، حتى القاعدين ملحد. هذا اللعين، هذا أبو موسى الأشعري، هم ملحد. هؤلاء ملحدون في حقيقتهم، في واقعهم، في الحكم الأخروي، في حكم يوم القيامة، هؤلاء يحشرون مع الملحدين والكفار هناك معهم. نعم، في الدنيا حيث أنهم يدعون الإسلام فلهم حكم خاص، لهم حكم المسلمين. منافقي، هذا حكمه. المنافق ملحد في باطنه، مسلم في ظاهره، فيترتب الحكم على الظاهر. الإسلام لا يرتب الأحكام على الباطن أبدا، الإسلام دائما يرتب الأحكام على الظاهر ولا يرتب الأحكام على الباطن. إذن من يطلب دليلا من نهج البلاغة على أن علي عليه السلام كان يكفر الذين قاتلوه وقاتلهم وكان يراهم مرتدين، فليأخذ هذا الدليل، وهو كما قلنا هو إنما هو دليل من أدلة شتى، عشرات الأدلة موجود، منها ما في نهج البلاغة ومنها ما في غيرها، تبين لنا أن هؤلاء عند علي ينزلون في أي منزلة، في أي منزلة يوضعون. أمير المؤمنين وضع هؤلاء في منزلة الملحدين. عائشة ملحدة، مقاتلة الإمام المعصوم إلحاد. كيف إلحاد؟ اقرأوا الأحاديث، حتى هذه الأحاديث أخرجها أهل الخلاف ولكن لا يتدبرون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، حربك حربي. شنو يعني حربك حربي؟ يعني من يحارب عليا فقد حارب رسول الله صلى الله عليه وآله. زي والذي يحارب رسول الله يكون مسلما أم ملحدا؟ من يحارب رسول الله يعني حارب الله، المسألة طبيعية. والذي يحارب الله ملحد، فمن يحارب عليا كمن حارب رسول الله، ومن حارب رسول الله كمن حارب الله. إذن من يحارب عليا ملحد، وعائشة حاربت عليا فهي ملحد.
لما تضم الأدلة بعضها إلى بعض تعرف حقيقة عائشة ما هي، تعرف حقيقة طلحة والزبير ما هي، تعرف حقيقة معاوية ما هي. لماذا لا نتدبر يا قوم؟ تدبروا حتى تعرفوا الحق. الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. تفضلوا. هذا الشيخ طيب الله أنفاسكم، ونوجه هذا السؤال إلى المخالفين لكي يعرفوا الحق ويناقشونا ويسألونا ونجاوبهم إن شاء الله. ناخذ اتصال من الأخ بشر من الكويت. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجورك بمصاحبة أمير المؤمنين. أجركم أعظم إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم. بس بغينا نسأل كيف أوينا خاطرة مع المقدس السيد محمد رضا الشيراز قدس الله سره، يعني قصة حدثت له معه، وبغيت أستفسر يعني بشغلة. في مجتمعنا في الكويت يعني الرجولة، وخصوصا يعني في الشباب الذين مو ملتزمين، الرجولة عندهم هو فعل الحرام الزنا والعياذ بالله، لكن حينما تأتي لهم تقول لهم ماذا يعني تستقبحون المتعة، قالوا لا كذا، يعني يستشكلون علينا. يعني سبحان الله، عندي أحد الأصدقاء الأعزاء بصفة أن أبوه أدخل مدرسة مختلطة، فتزوج متعة أكثر من 3 مرات، وهو منبوذ نوعا ما في المجتمع، يعني ماذا يأخذ متعة وكذا. فأول شيء بغينا نسأل الشيخ الحبيب أن شلون نرفع هذا الإقباح في المجتمع، شنو الخطوات اللي علينا احنا نسويها؟ هل الإقدام على المتعة من يعني نؤلف كتب أو نكتب مقالات عن ثواب المتعة وإلى آخره؟ هذا وشكرا. أحسنت، بارك الله فيك، ثبتك الله إن شاء الله. ناخذ اتصال من الأخ مكي من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ مكي، معي. عليكم السلام والرحمة. حياك الله، تفضل. مساء الخير. مساء الخير. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدي ومولاي أمير المؤمنين أجركم عليه أفضل الصلاة والسلام. تقبل الله أعمالكم وعظم الله أجوركم إن شاء الله. وتحياتي إلى المخدم البرنامج ولا سماحة فضيلة الشيخ ياسر الحبيب. حياك الله. حبيبنا وعزيز على قلوبنا. حياتنا لك إن شاء الله. عندي مداخلة طال عمرك إلى فضيلة الشيخ. تفضل. زاد الله فضله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وحبب إليكم الأيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وأولئك هم الراشدون. وبعدين في آية ثانية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فمن هو هذا الإمام المبين؟ نعم. ومداخلة ثالثة: طبعا هم دائما يحتجون على أن المخالفين يقولون أن اسم الإمام علي مو موجود بالقرآن، بس في آية واضحة وصريحة جدا: وأرسلنا معه لسانا صدق عليا. لم يقل عمر أو أبو بكر: وأرسلنا معه لسانا صدق عليا. آية واضحة وصريحة. ولذلك إحنا وكما في أيضا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. أحسنت، طيب الله أنفاسك ومبارك الله فيك وتقبل الله طاعاتكم إن شاء الله وعظم الله أجوركم. ناخذ اتصال من الأخ فائز الجبوري من سويسرا.
السلام عليكم أخ فائز. السلام عليكم أخ فائز، تسمعني؟ عظم الله أجوركم أجورنا وأجوركم إن شاء الله، وتقبل الله أعمالكم تقبل الله وطاعاتكم. أعمالكم إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا الجليل، وتقبل الله طاعاتكم. في البداية أنا عندي مداخلة خارج عليكم الموضوع السلام تماما، ورحمة الله أرجو أن تسمحوا لي وبركاته المجال أخي عبد كذلك. الله. تفضل. أنا في هذه الليلة وهي ليلة القدر، في هذا الشهر وهو خير الشهور شهر رمضان، وفي هذه الليلة المباركة وهي ليلة القدر وليلة استشهاد أمير المؤمنين خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أدعو الأخوة المشاهدين الكرام لاستثمار هذه الليلة استثمارا أخرويا، ألا وهو بالتبرع لهذه القناة المباركة. يعني أنا حسبت لنحسب حسابا ماديا، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني لو تبرع الإنسان في هذه الليلة بمبلغ $100 لهذه القناة المباركة تحسب عند الله بمبلغ 3 ملايين دولار. فأرجو من الإخوة الكرام المشاهدين، طبعا أنا أدخل في هذه المداخلة لأني افتقدت برنامجكم اليوم على الإفطار، كنت أظن أنه برنامجكم سيكون بث مباشر أنت والسيد أحمد، بس للأسف ما كان، كان برنامجكم إعادة. وأنا أقول هذا الكلام وأدعو الإخوة الكرام، وعندي بعض آيات القرآن إذا تسمح لي حجينا إذا أقراهن. أحسنت، باختصار خليك، لأن في إخوان على الخط. نعم، الله يخليك. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إخوتي الكرام، ما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وبالأخص في هذه الليلة. ويقول الله عز وجل في محكم كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني بالعامية العراقية، ما يصيب راسكم خير إلا ما تعطون مما تحبون من أموالكم. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: 3 من أتى الله بواحدة منهن، واحدة من ذين 3، أوجب الله له الجنة: الإنفاق من الإقتار. يعني إذا هو إنسان مقتر ما متمكن وينفق، فهذا الله يوجب له الجنة، والإنسان المتمكن ولا ينفق هذا بعد ما أدري شلون يصل حسابه. وآسف على الإطالة، حبيبي وإن شاء مشكور الله في هذه الليلة الإخوة الكرام يستثمرون هذه الليلة المباركة بالتصدق والإنفاق في سبيل الله عز وجل. أحسنت، والسلام عليكم وعليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك. وإحنا اليوم كان المفروض عندنا برنامج عن التبرعات، ولكن كان شوية في يعني شغل عند السيد، راح الحسينية اليوم استشهاد أمير المؤمنين سلام الله عليه. أبو محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، جسم بالنسبة حق عائشة، نعم، هل لها دخل قتل أمير المؤمنين عليه السلام؟ نعم. والإمام الحسن؟ نعم نعم. وأيضا في سؤال آخر، نعم، أن هل الشيخ كتب أخرى اللي غير هذا الكتاب الفاحشة، وما اسمها وشلون نحصل عليها؟ أحسنت، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. ناخذ اتصال من علي من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخ علي. نعم نعم، عظم الله أجورك. سبق وأن اتصلت بكم كان الخط. لو سمحت أخ علي خليك معنا على التلفون، لو سمحت على الهاتف. سبق وأن اتصلت بكم وانقطع الخط. حياك الله خالي. اي، فانا مثلا العصمه هل هي على الانبياء ولا ام هي اختيار من الله سبحانه وتعالى؟ من اختيار بس قتلي او غير قتلي. وسلامنا للشيخ الحبيب.
أحسنت، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من الأخ عقيل من ألمانيا. الأخ عقيل من ألمانيا. طبعا إخواني في دائما تأخير بتحويل المكالمة، تقريبا 3 4 ثواني، فاعذرونا على التأخير. السلام عليكم أخ عقيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم باستشهاد أمير المؤمنين سيد الأكوان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. عظم الله أجوركم، إن شاء الله تقبل الله أعمالكم. الله يخليك حبيبي. الأخ عبد الله الباحث سألت على مود الآيتين. الآية الثانية غلطت بها، قلت لكم آية 19 في سورة قاف، ولكن هي في سورة الحجرات. اي بحثت عليها آية 7. نعم بحثت عليها في آية 17. نعم في نعم الحجرات. نعم نعم أعيد، ممكن أعيد. يمنون عليك إن أسلموا قل لا تمنوا، علي أسلمكم أو علي إسلامكم. نعم اي موجودة عندي. ممكن أوضح لنا الشيخ لو سمحت؟ اي الآية 17 في الحجرات. في الحجرات قبل الآية الأخيرة. إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك. والأولى أنت تفضلت 33 من سورة صاد. نعم نعم سورة 33 يقول عز وجل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هل هي علي أو علي؟ إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك. الله ينصركم إن شاء الله على ناصبي آل البيت. الله يخليك حبيبي. ماجور ماجور أخ عقيل، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. إيه سمحت الشيخ تسجلهم عندك، آية 17 من سورة الحجرات والآية 33 من سورة صاد. ناخذ حيدر من إيران. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم. منا ومنكم. لو سمحت خليك معي بس على الهاتف لأنه يطلع صدى. إن شاء الله إن شاء الله. خليك تفضل. إن شاء الله إن شاء الله. وعظم الله أجوركم. أجركم أعظم إن شاء الله. سؤالي هو الذي ماذا فعل علي بن أبي طالب سلام الله عليه مع أبو موسى الأشعري، وكيف هلك هاي الشخصية الملحدة؟ نعم إن شاء الله. ونسأل الشيخ الدعاء للإنسان إن شاء الله. إن شاء الله حيدر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أول شيء تسجل حيدر من إيران، إذا لا تنسونا من الدعاء. نعم. والأخ علي، أخ علي عباس بعد. ناخذ اتصال من أبو باغر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أبو باغر. عظم الله أجوركم وأجوركم بإنصاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أجركم أعظم إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم. أرجو اسمح أسأل سؤال الشيخ. نعم تفضل. أي مرجعية قال جوه؟ إن شاء الله. والسؤال الثاني يعني بالأدلة عايشة بمستقبل الزنا؟ نعم إن شاء الله. أشكرك. بارك الله فيك. عفوا إن شاء الله. نأخذ الحين اتصال من الأخ سعيد من أوكرانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخ سعيد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم. أجركم أعظم إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. تقبل الله صيامكم وغيامكم. الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله صالح الأعمال. شيخي أقسم بخالق نوح إنك عزيز الروح، كلامك عطر بيفوح ويشفي كل قلب مجروح. شيخي كلك علم وحلم، أنا بس عندي سؤال واحد من الشيخ يبي يسأله. في البكرية يقولون عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله لما انضرب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقولون علي بن أبي طالب ركب على بعير والبعير ظليم شيء،
يقولون يعني هذا القبر اللي بنجف الأشرف مو قبر علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فأنا بريد الشيخ يعلق على هاي. وبعدين في إشي ثاني، يطلع لك واحد من هذول المرتزقة يقول علي بن أبي طالب ما ولد في الكعبة، عشرات المصادر تقول هيك، يطلع لك واحد يقول علي بن أبي طالب ما ولد في الكعبة، ولك 84 غزوة علي بن أبي طالب شايل لواء الإسلام، ما في بكان في جسم علي بن أبي طالب إلا في جرح سيف أو رمح. يطلع لك واحد من هذول يقول لك علي بن أبي طالب، أنت قاعد تروي، أنت مصادرك قاعد يروين يا أخي، أنت ما مو شغلك أول يا أخي، كل واحد طلع ضريفتي يا أخي، صلح مخك، خلي علمك ببطنك، اسكت. هم عندهم هذا عبد السلام بن عبد الله، هذا مين؟ عبد السلام بن عبد الله هذا أبو ابن تيمية، عنده كتاب المنتقى في أخبار المصطفى، شو يقول؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من زار قبري وجبت له شفاعتي. شاذا أنت قاعد بعدين يروح يقول لك الشيعة يعبدون القبور ومن إشعار فيه. بعدين الرسول صلى الله عليه وآله قال قد نهيتكم من زيارة القبور، ولكن زوروها لأن ترقق القلب وتذكر بالآخرة. أنت لا تتصور هناك مسلم يأتي للقبر ويعبد القبر، هو صاحب القبر عبد من عباد الله. لما نحن نروح نزور الحسين، إحنا مش نروح نوقف على تراب أو على عظام، إحنا نروح نوقف على مضمون الحسين، على عزيمة الحسين، على صوت ينبع من التراب. بارك الله فيك أخوي سعيد، طيب الله أنفاسك، ونشكرك على مداخلتك وعلى روحك الحسينية العلوية الحيدرية، وبارك الله فيك على الكلمات التي قلتها بسماحة الشيخ. ناخذ عبد الحسن من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا وسهلا. حياك الله. معاك لو سمحت الدكتور يوسف محمود الصديقي. نعم. أنا أستاذ أكاديمي جامعي. حياك الله. واشتغلت كثيرا في مسألة التقارب بين الأديان وبين الحضارات وبين المذاهب. نعم. الآن أنا يعني الذي أأسف له أن أسمع مثل هذه الألفاظ وهذه الشتائم على عائشة أم المؤمنين، مع أنني اشتغلت في هذا الجانب لكي نقرب بين المذاهب، وفي نفس الوقت تستشهد بنهج البلاغة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أقوال، مع أنك تعلم تمام العلم أن هناك بعض الأقوال والآراء التي تنتقد نهج البلاغة، ولها موقف بأنه من المستحيل علي بن أبي طالب أن يتلفظ مثل هذه الألفاظ. أتحداك لو الإمام علي بن أبي طالب تلفظ بلفظ تجاه أي واحد من صحابة رسول الله أو تجاه عائشة تحديدا زوجة النبي رضي الله عنها، أنا أسف لهذا المذهب الذي أصحابه وأتباعه يتلفظون بمثل هذه الألفاظ وهذه الشتائم، وأقول وأسف على مذهب يعلم أتباعه السب والقذف والشتائم وينصب نفسه إله في الأرض يحكم على العباد بالكفر والإلحاد والخروج عن دينهم. من أنت؟ بأي حق تسمح لنفسك إلى أن تتلفظ بمثل هذه الألفاظ وأن تشتمه؟ اسأل عني أنا الدكتور يوسف الصديقي، اشتغلت وعملت مع الشيعة ومع اليهود ومع النصارى، حاولت أن أقرب وأن نتعايش مع بعضنا البعض، فلنترك السباب. هل تعتقد أن الإمام علي رضي الله عنه يتلفظ بمثل هذه الألفاظ؟ هل تعتقد ذلك؟ ألا تقرأ التاريخ بأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يخرجون الصحابة عليه وينتقدون في بعض المواطن كان يستعين بعلي، كرم الله وجهه، كان يستعين بعلي، كان يظهر للصحابة ويهدئ من روعهم ويقول لهم ارجعوا إلى دياركم. فبالتالي كان عثمان يترك تمام الأمر لعلي بن أبي طالب لأنهم كانوا صحابة رسول الله
لا يجوز هكذا لنا أن نتعدى وأن نحكم على عباد الله وأن نتلفظ بمثل هذه الألفاظ وأن نشتم مثل هذه الشتائم. أين أنت من التقريب؟ أين أنت من المسلمين؟ ويا أسفا ويا أسفا تجلس في بريطانيا وتشتم صحابة رسول الله وتكفرهم وتنصب نفسك إلها وتدعي بأننا وتسمينا بالرافضة تسميننا بالرافضة وتسميننا مع بالأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس هنالك عالم من علماء السنة. من أنت حتى تحكم هذا الحكم علينا؟ أنت حتى الآن لا تستطيع أن تفك الألف من الباء ولا أن تنطق النطق الصحيح للألفاظ والكلمات. يا رجل اتق الله اتق الله، أنت من أنت ومن ورائك؟ من أنت؟ كيف أقول لك كيف تسمح لنفسك أن تسمح؟ هدي أعصابك شوي، هدي أعصابك دكتور، هدي أعصابك، هدي أعصابك. هل علي بن أبي طالب أذكر الله؟ أذكر الله لحظة، أذكر الله لحظة، أذكر الله قاعد أقول لك أذكر الله. لا قصروا عليه شوية شوية، قصروا عليه لحظة، أقول لك أذكر الله، هدي أعصابك واطرح، ما راح ناشك بينك. لحظة يا دكتور، ندري قلت لنا أكاديمي وعندك 100 شهادة. لحظة لحظة زين، أنا اسمع، أنت اسمعني، أنا بقول كلمة. لحظة قصر شوية، لحظة أنا بقول كلمة، أنت مو راضي تسمعني. أنت الحين صار لك، أنا سجلت 20 نقطة لك، كلمة واحدة مو راضي تسمعني. أقول لك هدي شوية من أعصابك، هدي من أعصابك وعطنا النقاط كلها نسجلها ونطرحها على الشيخ، نعطيك وقتك ونعطي لسماحة الشيخ وقته، هذا النقاش العلمي. أما إذا بتطول طول هد لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم لفظ الشيخ. لا يجوز، لا يجوز أن تطلق عليه الشيخ. أقول وأسف على مذهب يعلم أتباعه الشب السب والشتائم. زين خلصت، وأسف على هذا المذهب. يلا مشكور. نعم خلاص الحين بطرح. لا خلاص، لا ناقص، لا لا اسمع أقول لك لحظة. زين زين الخط معك ومع الشيخ. زين زين خليك على الخط الذي يسميه الشيخ. لحظة زين خليك على الخط، خلي أطرح ال زين سماحة الشيخ. أسأله سؤال، هل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تلفظ مثل هذه الألفاظ؟ أوكي زين، إيش رأيك نطرح؟ زين من ألف إلى يائه. زين لحظة، هي مو من ألف إلى يائه أكثر من مرة. زين هي مو بالصراخ، لحظة شوية الحين. يلا شيخنا طرح الأستاذ الدكتور أكثر من نقطة. الدكتور يوسف الصديقي، الدكتور يوسف محمود الصديقي، جامعة خبر كلية الشريعة، دراسات جامعة كلية الشريعة دراسات الشريعية. المهم سماحة الشيخ جامعة قطر، جامعة قطر. زين سماحة الشيخ، زين خلاص لو سمحت، لأن في فرق بالوقت، أبي سماحة الشيخ يسمعني. الله يخليك، بس الحين التزم الهدوء حتى يسمعني. طرح أكثر من نقطة، تبي تبدأ بالأول نقطة. أول نقطة، للأسف أن أسمع مثل هذه الألفاظ لعائشة وتستشهد بنهج البلاغة، مع أنك تعلم أن هناك ناس ينتقدون نهج البلاغة وهذه الأقوال، وأتحداك أن عليا تلفظ بهذه الألفاظ. هذه أول نقطة سمحت الشيخ، تقدر تردها وبعدين نعطي مجال حق الأخ يبدأ نقطة الثانية. يعني أنا أستوعب إلى حد ما كبير فورة الدكتور، وأظن بأن ذلك بسبب أنه يرى قداسة لهذه الشخصيات في حين أننا لا نرى قداستها. المنطلق يختلف، نحن علينا أن نحرر مورد النزاع في المنطلق في تقييم هذه الشخصيات. إذا كان الآن أنا أتركني حتى أتحدث براحتي، لأنه إذا يصير تداخل في الصوت ما حد راح يستفيد. من الآن أقول لك أنا تركتك أن تتحدث كما تشاء واستمعت لك منصتا، وأفترض منك وخصوصا أنك رجل أكاديمي ومعروف أنك أيضا تسمع لي بشيء من الإنصات، وإن شاء الله لا أطيل، وبعد ذلك لك أن تتكلم كما تشاء. شوف يا أيها الدكتور، إذا استطعنا أن نحرر مورد النزاع وهو أنه هذه الشخصية هل هي شخصية مؤمن أم شخصية منافق، فما يترتب على ذلك يمكن أن نستوعبه بعد ذلك.
المشكلة هي عندكم أنكم تبنون على أساس أن هذه شخصيات مؤمنة، لذلك إذا سمعتم قدحا فيها أو حتى شتيمة فيها تعتبرون ذلك مخالفا لأخلاقيات الإسلام، في حين لو اتفقنا وإياكم على أنه هذه شخصيات منافقة فعند ذلك نعلم الحكم الإسلامي، وهو أن المنافق لا حرمة له. لا يسعنا أن نطلق الكلام على عواهنه وأن نأخذ بمثل هذه التعميمات والكليات بلا منهجية علمية. يعني حينما تقول أنت وتسألني هكذا أنه هل تعتقد بأن عليا يتلفظ بهذه الألفاظ؟ الكلام نعم يتلفظ بهذه الألفاظ، ولكن تجاه من؟ أتريد أن أغالطك بنفس المغالطة؟ أنا أسألك، أقول لك هل تعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أستاذ علي صلوات الله عليه هل كان يسب أصحابه أم لا؟ إن قلت لا تعاميت عما في صحاحك، وإذا أردت الآن أحضر لك الروايات من صحاحك أن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تقولون كان يسب جمعا من أصحابه ممن خالفوا أمره، هذا وارد في كتب الحديث عندكم، إحدى تلك الأمثلة فقط مثال من الأمثلة في قضية أن نبي الله صلى الله عليه وآله كان متوجها في غزوة من الغزوات، وقبيل أن يصل إلى بئر دعا أصحابه إلى أن لا يسبقه إليها أحد، قال لا أحد يسبقني إلى هذه البئر، فلما وصل إليها النبي صلى الله عليه وآله اكتشف أن رجلين من أصحابه سبقاه إلى هذه البئر. تقول روايتكم بالنص تقول فسبهما رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يسعك أن تنكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسب، ولكن من الذي استحق السب الذي هو في حقيقته انتقاص، لأن الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولو في هذا الأمر الجزئي في هذه الجزئية هو مستحق لأن تسقط حرمته. حتى لو افترضنا أنك تشكك في كتب الحديث، لا يسعك أن تشكك مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن نجد في كتاب الله تبارك وتعالى سبا ونيلا وتحقيرا. ماذا تفعل مع قوله تعالى حين يصف أحبار اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار؟ إلى اليوم اليهود ينازعوننا على أنه كتابكم المقدس يشتم أحبارنا، يشتمنا، نحن الذين حملنا التوراة لماذا تصفوننا بالحمير؟ نقول ونجيبهم هذا ليس تفحشا من القرآن، هذا واقع الحال إنجاز التعبير، الذين يأخذون التوراة أولئك الذين كانوا في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكانوا يعيشون معه وكانت التوراة بين أيديهم ناطقة بالحق ثم يهملونها لا يحملونها، فهؤلاء لا شك كحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بتلك الأسفار. بلعم بن باعوراء الذي أعطي الاسم الأعظم ثم انسلخ أي ارتد، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الأسلوب أسلوب قرآني، ونحن نعرف أن عليا أسلوبه أسلوب القرآن، هو القرآن الناطق، فلماذا نستبعد؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصف قوما بالإلحاد؟ ألم يكن يلعن أقواما؟ هذا ثابت عندكم في الصحيح
أنه كان يلعن أقواما حتى في صلاة الفجر في قنوت الصلاة. فإذا المشكلة عندكم هي هذه، أنكم هكذا تقولون، كيف تلعنون وكيف تسبون وكيف تحكمون على الناس بالنار وبالإلحاد، وهؤلاء أصحاب النبي وأمهات المؤمنين. يا أخي أولا تعال حرر مورد النزاع، هل هم مؤمنون أم منافقون؟ تعال ناظر في هذه، تعال الآن نفتح حوارا ولو على مدى ليال، نحدد أمام المسلمين، أنا أقول بأن الثابت عندي أن عائشة منافقة، أنت قل بأن الثابت عندي أن عائشة مؤمنة. أولا نبحث في هذه النقطة، ثم إذا تحدد، إذا تبين أمام الناس أن عائشة مؤمنة، كل الناس راح يصيرون ضدنا، كل الناس سيقولون بأنه أنتم في طعنكم في هذه المرأة مبطلون. أما إن تبين أن الحق أن عائشة منافقة، فالناس ستصبح ضدك أنت، تقول أنتم في تمجيدكم لهذه المرأة مبطلون، والحق مع أولئك الذين يسقطونه. الآن أنا وأنت لا نختلف في أن عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا، مع أنه كان من المبايعين للنبي صلى الله عليه وآله في الشجرة تحت الشجرة، وذلك أمر أثبتناه في المحاضرات في الليالي السابقة، لا أدري إن كنت معنا، ذكرنا مصادركم التي تحدثت عن أن الرجل كان هناك وكان من جملة المبايعين. هل يجوز لأحد اليوم أن ينفي أو أن يستشنع كل طعن في عبد الله بن أبي بن سلول؟ ها هم المسلمون 14 قرن يطعنون فيه ويقدحون فيه ويلعنونه ويسبونه ويشتمونه وينالون منه وينظمون فيه الأشعار في هجائه، هذا التراث المسلمين كله. أي صح أن نتغافل هكذا أو ننحدر؟ وأنت دكتور أتأسف عليك أنه هكذا تجعل عقلك تحت رحمة الركام، ركام الباطل هذا، تحرر انطلق. يصح أنه أحد الآن يأتي يقول لا 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 توقفوا، هذا كان صحابيا جليلا عبد الله بن أبي بن سلول، لا يصح أن هكذا نستحقر أو نستغبي أنفسنا. لدينا عقول يا أخي، لدينا عقول الله أكرمنا بها، حيث قام الدليل على أن عبد الله بن أبي بن سلول، مع أنه ليس دليلا قرآنيا، يعني الدليل الذي دلنا على أن هذا الرجل منافق هو دليل في الآثار في كتب السيرة في كتب الحديث، فلذلك أخرجناه من تلك العمومات القرآنية التي تمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وتمدح أصحاب الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. علمنا بدليل خارج عن القرآن أن هذا الرجل ليس مشمولا بذلك الرضوان، والقرينة موجودة في نفس الآية إن تأملنا، لقد رضي الله عن المؤمنين لا عن من كان في جملتهم من المنافقين ممن التحق بهم، وعبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا، فأخرجناه من هذا العموم. كيف أخرجته أنت؟ أخرجته تقول حينما تسأل أنت وأنت رجل أكاديمي وباحث، تقول أخرجته لقيام الدليل على أن هذا الرجل منافق. فأنا كذلك أخرج أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة من تلك العمومات التي تستدلون بها لقيام الدليل عندي على أنهم منافقون. في أسوأ الفروض أخطأت في اجتهادي فأنا معذور، لي أجر واحد. لم تحرمون علينا الاجتهاد في مثل هذه الأمور؟ لم تحرمون علينا الاجتهاد في تقييم شخصيات العصر الأول الصدر الأول؟ لماذا؟ يعني ما هي مشكلتكم معنا في أن نبحث في هذه الشخصيات؟ لماذا تجعلون هذه الشخصيات فوق النقد؟ أنتم واحد من السابقين الأولين أخرجتموه من الإيمان، عبيد الله بن جحش أخرجتموه من الإيمان، قلتم ارتد، زوج أم حبيبة الذي تنصر في الحبشة مع أنه من السابقين الأولين. أي صح أن يأتيك أحد الآن وتجده متهابطا في إدراكه وفهمه يقول لك كيف تطعن في الصحابي، هذا من السابقين الأولين، وهكذا
يجعل الأمر يعني يضخمه كل هذه الضخامة حتى يخرجك من الملة لأنك طعنت فيه. أين دليلك من القرآن؟ ألم يكن هذا من السابقين الأولين؟ تقول نعم كان من السابقين الأولين، لكن قام الدليل من خارج القرآن، من خارج القرآن، على أن هذا الرجل قد ارتد في الحبشة. فلا إثم عليك إن افترضنا أنه هذه قصة مكذوبة أصلا، أنه عبيد الله بن جحش لم يرتد في الحبشة، نفرض قصة أصلا خيالية مكذوبة أسطورة. أعليك ملامة عند الله يوم القيامة أم لا؟ ليس عليك ملامة، لأنه هذا مبلغ اجتهادك، وقد اجتهدت فأخطأت فلك أجرك الواحد، هذا أمر تعتذر به أمام الله تبارك وتعالى، هذا يكفي. كيف ونحن نجد الدليل في القرآن الحكيم في موارد كثيرة على أن هؤلاء كانوا مرتدين، كانوا خونة، لا أقل أنه لم يدخل الإيمان قلوبهم؟ أجبني على هذا السؤال الآن ما دمت أنت طرحت هذه الجزئية، وكل جوابي على هذه الجزئية ترى، إلى الآن لم تقل إلى الجزئيات الأخرى، دقق أجبني وأخبرني بالله عليك، نزل القرآن في ذم وإدانة عائشة وحفصة أم لا؟ لا يسعك أن تنكر، إجماع المسلمين على أن سورة التحريم نزلت في ذم وإدانة عائشة وحفصة. ماذا تقول سورة التحريم؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فسر لنا ما معنى صغت قلوبكما. صغت قلوبكما حادت، ملحدون، ملحدتان، حادت عن الدين، صغت، مالت عن الإيمان. والحائد عن الإيمان ماذا يكون؟ ملحد، حائد عن الإيمان، القضية واضحة. ولذلك طالبتهما السورة بالتوبة، إن تتوبا إلى الله، تحذير، يا ويلكم أنتوا الثنتين عائشة وحفصة إذا ما تبتما إلى الله تعالى. فنحن ثبت عندنا الآن بشكل قاطع أن الله تعالى وصف عائشة وحفصة بالحيدة عن الإيمان، وضرب لهما مثلا امرأتين كافرتين خائنتين، زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام. زين، بعد ذلك بماذا تعتذر في تبرئتهما من هذه الإدانة؟ لا تحدثني عن سورة النور، أساسا تلك أيضا مختلف فيها، تحدث عن هذه السورة الآن. هل لديك دليل على أن الله أنزل آية أو جاء حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو حتى عن عائشة وحفصة أن الله تاب عليهما وأرجعهما إلى منزلة المؤمنين؟ أم ثبت هذا الأمر الأول وليس عندنا ما يرفعه فنجري الاستصحاب، وأنت أكاديمي وتفهم ما معنى الاستصحاب؟ أجبني عن هذا السؤال لو تفضلت. الأخ الدكتور أغلق الهاتف، والحين خليت الإخوان يتصلون عليه حتى يتداخل معاكم، ولكن أنا مسجل طبعا كل النقاط اللي طرحها. نعم، إذا يتصل إحنا نفتح له مجال حتى يعرف أن الشيعة دائما منصفين ويعطون المجال للمتصلين، مو نفس القنوات الوهابية اللي يغلقون التلفون في وجه الشيعة. سمعت شيخ، تبي إذا على ما يتصلون عليه الإخوان نأخذ نقطة ثانية من اللي طرحهم عليك الإشكالات؟ نعم، لا بس. نعم، هو بالبداية قال للأسف أن أسمع مثل هذه الألفاظ تستشهد بنهج البلاغة، مع أنك تعلم أن نهج البلاغة هناك أناس ينتقدونه، وأن هذه الأقوال التي قيلت بنهج البلاغة ليس لعلي عليه السلام، وأتحداك أن تلفظ لفظ واحد من أقوال أمير المؤمنين كان فيه سب أو شتم للأصحاب وعائشة. هذه أول نقطة له.
طيب أولا لو كان الدكتور يتابعنا في الليالي الماضية فنحن تحدثنا عن هذا الأمر، ذكرنا أن نهج البلاغة أولا أرجعناه إلى مصادره، يعني مثلا الخطبة التي كانت محل حديثنا في الليالي الماضية أخرجناها كاملة من كتاب نصر بن مزاحم الذي كان في القرن الثالث، وكتاب ابن قتيبة الإمامة والسياسة وهو من علماء أهل الخلاف الكبار في القرن الرابع، وهذان متقدمان على الشريف الرضي جامع نهج البلاغة، وقد ذكر ذلك الكتاب الذي كان محل الشاهد، وفيه أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال عن طلحة والزبير فكان نقضهما كردتهما، ذكرنا ذلك حتى بالمجلد وبالصفحة. ولكن يبدو أن الدكتور ما تابعنا جيدا في الليالي الماضية. فحتى لو افترضنا أننا مختلفون في نهج البلاغة، فهل نختلف في تلك المصادر؟ نعم سماحة الشيخ، الدكتور معي على الخط. نعم. ممكن توجه له السؤال مرة أخرى حتى يجاوبك عليه. اي بس خلني اجيب على هاي النقطة ما دام وصل الكلام هنا حتى لا انسى. الامر الاخر انه هذا نهج البلاغة نحن استدللنا به، لماذا؟ لان الخصم انتم يعني في وسائل اعلامكم بعض الوسائل، وضربنا مثلا لهذه الوسيلة الاعلامية اللي موجودة في لندن، انها دعتنا للاستشهاد بنهج البلاغة، قالوا نحن نتحداكم ان تأتوا من نهج البلاغة دليلا على أن عليا كان يرى مخالفيه أو محاربيه مرتدين أو ملحدين، فلذلك صار كلامنا حول نهج البلاغة. أنت لم تتابعنا في الليالي الماضية على ما يبدو، هاي النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة التي تحديتنا فيها وتقول أنه هات لنا كلمة من علي فيها نيل أو تحقير أو سب لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا لو تابعتنا في هذه الليالي الرمضانية المباركة في بداية هذه الليالي جئنا بدليل صريح صحيح عندكم من صحيح مسلم فيه أن عليا وصف أبا بكر وعمر بالآثمين الغادرين الخائنين الكاذبين. إذا تريد أيضا أعيده لك ما عندي مانع، فهل تنكر ذلك الدليل أم لا؟ اترك لي المجال قليلا لو سمحت، اترك لي مجال قليلا. أعطيك وقتك تفضل. أولا أنا يعني أولا انقطع الاتصال بي والأخوان في الإذاعة اتصلوا بي مرة أخرى على حسابه، وأنا أشكر لهم ذلك، أشكر لهم ذلك، الشكر لله. وهذا هي نعم، هذا هو نعم مسألة الحوار والنقاش كما ينبغي. أنا يا سيدي أتحدث عن الآيات القرآنية التي برأت عائشة من سماوات من فوق السماوات السبع، حديث الإفك، أقرأت عنه أم لا؟ سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذه الحادثة موجودة في تفاسير أهل السنة تتحدث عن قرأت عنه يا دكتور، كان الكلام عن سورة النور، قلت لك عفوا عن سورة التحريم، قلت لك لا تتحدث عن سورة النور الآن. سمحت الشيخ لو سمحت، لأن في تداخل. اي الحين تفضل دكتور تفضل. انا تركتك ساعة تتحدث دكتور، لك انا اعطيك حقك. خلاص تفضل دكتور تفضل. لا ولكن اريد انتم اعطوه المجال، انا ما عندي مانع، ولكن كل كلامي اني اريد اجابة على اسئلتي فقط. حقك محفوظ على العين والرأس. نعم انا على اسئلتك لا حتى ابين للاخرين ان الله سبحانه وتعالى برأ عائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام من السماوات السبع، وهذا الأثر غير موجود عندكم أنتم يا إخوان الشيعة، غير موجود عندكم، عند أهل السنة هذا الأثر موجود. هذا أمر. الأمر الآخر، إذا كانت عائشة كما تدعي وتقول بأنها زانية تأتي بالرجال جارها كما ذكرت، ألم يكن أحرم من الله سبحانه وتعالى أن لا يقع نبيه في هذه الآثمة؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى كان غافل عن هذه الجزئية؟ ألم يستطع الله سبحانه وتعالى أن يضع آية واحدة أو شطر من آية
يبين موطن عائشة كما تدعي وتقول. كذلك كيف يعني نسمح لأنفسنا أن نتحدث عن زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الواحد منا لا يرضى لأي شخص يتحدث عن أهل بيته أو عن يعني شخص أو رجل أو امرأة قريبة له. كيف ذلك؟ هذا أمر. الأمر الآخر أنت تقول أننا نحن ننظر إلى الصحابة نظرة القداسة، أبدا. نقول أن الصحابة لهم وعليهم، لهم وعليهم، أعيد وأقول لهم وعليهم، لهم وعليهم، ولكننا نقول على قاعدة الإيمان وعلى قاعدة حسن النية أن أمرهم متروك لله سبحانه وتعالى. نعم، وقع شجارة بين صحابة رسول الله، وقع خلاف، نعم. أول سيف سلة في الإسلام سيف الخلافة، نعرفه، نقرأناه ونقوله ونعيده على أبنائنا، لكن نقول الأمر بالله في النهاية هؤلاء بشر لهم وعليهم، أمرهم متروك لله سبحانه وتعالى. كذلك هل تعتقد أن علي رضي الله عنه كرم الله وجهه إذا كان له حق كيف يسكت عن حقه؟ كيف يسكت عن حقه؟ كان رجلا حكيما بارعا، يعني لا نستطيع أن نتكلم فيه أي أمر من الأمور، ولا نستطيع أن للسنة أن نذم أحد الصحابة رسول الله، لكن نقول نعم هؤلاء الصحابة، نعم معاوية عليه بعض الجاوزات، لا نقول هو الذي عمل الوراء تغلبه، قال من بايع يزيد فله هذا، وضع يده على الأكياس، ومن خالفه فله هذا. هذه الأمور معروفة، إحنا لا ننظر إلى أحد نظرة القداس. أنت قلت أننا نحن كأهل السنة ننظر إلى الصحابة وننظر إلى أولئي نظرة القداسة، لكن نقول لا، هذا هو أصحاب رسول الله، يعني لهم شرف الصحبة حتى لو كانت عليهم سلبيات. شرف الصحبة، اقرأ عن شرف الصحبة ستتضح لك هذه المسألة. شرف الصحبة أؤكد عليه ألف مرة. نعم. كذلك الأمور التي يعني نحن الآن في وقت يعني نسعى إلى التقريب، نسعى لأن نوحد صف المسلمين. كيف نقول أن عائشة رضي الله عنها زانية تأتي بالرجال في دارها؟ بالله عليك، بالله عليك، كيف ترضى بهذا اللفظ؟ دكتور اسمح لي، مقدم البرنامج الذي يجلس بجوارك، كيف نتلفظ مثل هذه؟ لحظة دكتور تسمح لي، دكتور كيف نتلفظ مثل هذه الألفاظ؟ دكتور اسمح لي، ترى وايد تشعبت بالموضوع. نعم، وايد تشعبت الموضوع، يعني طرح عليك سماحة الشيخ سؤال فأنت دخلت بأكثر. زين عائشة، أي سؤال طرحي؟ نعم تفضل. تشعبت بأكثر الموضوع، ممكن تجاوب على السؤال اللي اطرحه، اللي انت بالبداية استشكلت انه لو تأتيني بلفظ واحد لأمير المؤمنين سب او لفظ او شتم للأصحاب اتى لك باللي طلبته. نعم، فيعني ممكن يعني انت اغريت في هذه، اغريت في هذه الجزئيه، ننتقل لجزئيه ثانيه، لانك انت قاعد تنتقل من جزئيه لجزئيه في سرعه. يعني لا، ما انتقل الجزئيات، اللي هو قال لي احنا ننظر الى الصحابه نظره قداسه، رديت وقلت هذا كلام غير صحيح. نعم، يعني تعترف لا ننظر اليهم نظره قداسه ابدا. اي ورد، هذه امر من الامور. نعم، ورد قولك الامر الاخر، ورد قولك ان تقول الامر الثاني تحريف التحريف، وقال بان نظره عائشه، هذا غير صحيح. أنا أرد عليه الآن. نعم. قال إن هذه صورة نازلة في عائشة، هذا كلام غير صحيح. نعم، زين دكتور، الحين تعطي سماحة الشيخ الرد. تفسير عند أهل السنة سيتضح له. الحين ذلك. أوكي، الحين إن شاء الله تخليك معانا على الخط وراح نعطي سماحة الشيخ الرد، وإن شاء الله تسمع الرد إن شاء الله. حياك الله. تفضل سماحة الشيخ. يعني أنا مرة أخرى أطلب من الدكتور، يعني أنا أتعجب، الدكتور تحداني، قال بأنه أريد لفظا صريحا صحيحا عن علي عليه السلام أنه طعن أو سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأرشدته إلى الدليل، ذكرته له بكل ذكرت أنه من صحيح مسلم، وقلت إذا أردت أخرجه لك الآن بشكل واضح، وكنت قد ذكرته في الليالي الماضية. فهل يقر بأن علي سب أبا بكر وعمر وعثمان وأبا بكر وعمر أم لا؟ الدليل هو في صحيح مسلم
ما أدري إذا كان عنده الآن صحيح مسلم أم لا، كتاب الجهاد والسير رقم الحديث 3302، في حديث طويل عن قصة منازعة علي والعباس في أمر الميراث من رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء إلى عمر فقال لهما عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجه الكلام لعلي، ويطلب هذا تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وولي أبي بكر، الكلام لعمر: فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث دلس فيه البخاري، أخرجه البخاري أيضا في صحيحه في كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، رقم الحديث 5358، وفيه هذا اللفظ حتى تعرف البخاري كيف يشطب عنكم الحقائق. قال: وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. حذف قوله كاذبا آثما غادرا خائنا وجعل مكانه كذا وكذا. الآن هل تتنازل أو تقر بأنه قد ثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن عليا سب أبا بكر وعمر، وكذلك العباس سبهما ووصفوهما بالكاذبين الآثمين الغادرين الخائنين، أم لا؟ نعم لك الكلام دكتور. نعم لي الكلام. أول أسأل عن هذا الحديث، عن هل هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجل. نعم في صحيح مسلم سمحت الشيخ ذكر. لا بس أجب، أنا عارف صحيح مسلم. نحن لا ننظر إلى صحيح مسلم نظرة قداسة كما ذكرت، لا ننظر إليه نظرة قداسة. أنا أسألك الآن سؤال، هل هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ زين سمعت شيخ إجابة، تفضل بس انظر 5 ثواني الدكتور حتى التأخير. لا الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن تحديك لم يكن أنه تعالى هاتي لي حديثا عن النبي أنه شتم أبا بكر وعمر، أنت تحديتني في نقطة واحدة، قلت هاتي لي حديثا عن علي في أنه شتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد جئتك بالحديث من صحيح مسلم، فقل إنه هذا الحديث مكذوب، إذا صحيح مسلم يسقط عن الاعتبار. كلام جيد، دعني أكمل هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه. تفضل دكتور. إذن هذا الحديث لم يروي الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، من هو محمد بن أبي بكر؟ ربيب علي بن أبي طالب من؟ أليس محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر الصديق؟ كيف لعلي رضي الله عنه أن يشتم وأن يسب أبا بكر أمام ابنه ربيبه؟ يا دكتور إحنا الآن أنا أتعجب، أنا متعجب دكتور أنت أولاً أخفض على التلفزيون أول شيء شوي، سمحت الشيخ لا تصير لخبطة شوي، سمحت الشيخ لو سمحت حتى الصوت يطلع واضح للجمهور، ولذلك شوية يعني الأمور اختلطت عندك. احنا الان وين كلامنا عن محمد ابن ابي بكر يا دكتور؟ احنا كلامنا في جزئيه واحده، انت بدايه اشكالك علي، الاشكال الذي تفضلت وطرحته علي وكانت خطبه طويله وعريضه واستمعت لها كامله، اول اشكال كان علي، قلت اتحداك ان تاتي بحديث عن علي انه طعن في احد من اصحاب رسول الله وخصوصا ابي بكر وعمر وعائشه ومن اشبه،
ألم يكن الأمر هكذا؟ جئتك الآن بالدليل، هل تسلم به أم تنسب إلى مسلم صاحب الصحيح أنه أخرج حديثا مكذوبا موضوعا فيه طعن من علي في أبي بكر وعمر؟ فقط هذا النقاش الآن، لماذا تحاول أن تجر النقاش إلى محمد بن أبي بكر؟ الآن دخلنا محمد بن أبي بكر يا أخي. لحظة دكتور دكتور دكتور، بس دقيقة واحدة، دقيقة اسمعني دكتور، أنت تخفض على التلفزيون حتى الصوت يطلع واضح، أبيك تكون معي على الهاتف قاعد يطلع صدى ونعطيك مجال. تفضل تفضل، النقطة اللي استشكلت فيها جاوب عليها الشيخ، تفضل. عطي مجال. نعم، بس اخفض على التلفزيون الله يخليك. أنا طيب، أنا سألت أولا هل هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أسأل لكي أصل إلى إجابة بكلمة واحدة لكي أتسلسل وأبين القضية فيها نوع من المنطق أو التسلسل المنطقي كما يقال. تسلسل على راحتك. الأمر الذي كنت أريد أن أصل إليه عندما ذكرت ربيب علي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر الصديق، الذي تذكرون محمد بن أبي بكر فقط لا تذكرون الصديق، محمد بن أبي بكر، هل أنا هنا أسأل سؤال آخر مرتبط بالجزئية الأولى. أنت الآن أعتقد أن من الحوزة العلمية والحوزة العلمية درستم المنطق وتفهمون القضايا وتفهمون المقدمات وتفهمون المقدمة الأولى والمقدمة الثانية للوصول إلى النتائج. أنا أريد أن أصل إلى نتيجة بمقدمات معينة. إذا كان محمد بن أبي بكر الصديق ربيب الرسول ربيب علي بن أبي طالب، إذا كان علي بن أبي طالب يتكلم على أبيه ويشتم أبو بكر الصديق، كيف لمحمد بن أبي بكر أن يرضى وأن يسكت عن ذلك؟ هذا السؤال أنا أسأله الآن فقط، هذا الجزئية البسيطة. نعم، ذكرتك بالجزئية الأولى، قلت هل الحديث عن الرسول؟ قلت لي لا، هذا يعني تحمد له، فبالتالي لنا منه موقف كما قيل، لنا منه موقف. نعم لنا منه، لا تضحك لا تبتسم، لنا منه موقف. نعم. يعني مرة أخرى كرر، يبدو الدكتور إما ما متسحر ولذلك شوية يعني الترتيب المنطقي أو التسلسل المنطقي يعني ما تم له كما يريد. يا دكتور الآن أنت لم تجب على سؤالي، أنت تحديتني، أنا أجيك على ذاك السؤال في فرصة أخرى أجيب عليك كما تشاء، والأمر سهل يسير، ترى جدا سهل. بس الآن ترى كل المشاهدين شاهدوا بشكل واضح أنه أنت الدكتور مع الأسف الشديد والباحث والمتضلع تحديت في شيء ارتد عليك ولم تجب عنه، جررت النقاش إلى موضوع آخر. من أين ارتدت عليه؟ الآن جررته إلى موضوع أنه كيف محمد بن أبي بكر إذا كان علي يطعن في أبيه فكيف يعقل أنه محمد يقبل ذلك ويكون من أنصار علي؟ هذا محور مختلف كلية عن محور بحثنا. نحن الآن فقط نتحدث، كنا في جزئية واحدة من أول كلامك، جزئية واحدة قلت سألتني. لا أبدا، الآن إلى الآن ما أخذت منك لا حق ولا باطل. سمعت الشيخ ما أخذنا منك لا حق ولا الشيخ. باطل. ممكن قلت أنه يا دكتور رجاء، قلت لي بأنه أريد. سمعت الشيخ، بس أدري دكتور أكمل أم ماذا؟ لا بس أبي أوصل لمرحلة حتى ننتقل للمرحلة الثانية حتى لا نعيد الكلام، ترى عدنا ثلاث مرات نفس الكلام. دكتور أنت بالبداية، أنا مسجل هذا في الدفتر اللي عندي، مسجل كلامك، قلت أتحداك أنت تأتي بلفظ واحد من أمير المؤمنين بأنه سب الأصحاب وعائشة. الشيخ جاب لك بصحيح مسلم أن أمير المؤمنين وليس رسول الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في صحيح مسلم ذكر هذا الشيء. الآن تبي تنتقل إلى مرحلة أخرى؟ صحيح، جيد صحيح مسلم إذا كان الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ورواه ثقة، يعني سلم بالأمر الأول أم لا؟ أنت تبي حتى المشاهد يفهم، الحين تبي قول الرسول ولا تبي قول أمير المؤمنين؟ أرجو منك أن تقرر الدكتور، قل له تسلم بالأمر الأول. شيخ خلاص، يعني سلمت بصحة كلامي.
أنه كلام الشيخ. هذا الشيخ الرافضي كلام صحيح وأنه ثبت أن عليا سب أبا بكر وعمر أم لا؟ سماحة الشيخ أخي واضح الكلام واضح، عندنا الحين الرابع مرة قاعد نعيده نفس الكلام. الحين هو دكتور معي على الخط قاعد قلت له الكلام، يقول أبي رسول الله، أنت تبي رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تبي أمير المؤمنين؟ إن قال لا بس ما أخذت منه أي شيء. حتى عن أمير المؤمنين ترك المجال، حتى أمير المؤمنين نعم إن كان تلفظ فبألفاظ فيها أدب ما فيها شد سب وشتائم، أي قادرا خائنا ألفاظ كاذبا فيها أدب وفيها وصف وبين ألفاظ فيها شتائم وقذف. الله أكبر يا دكتور، يقول كاذبا آثما غادرا خائنا، خو هذا كلامي، إذا كلامي كنت مؤدب. أنا ماذا قلت عنهما؟ قلت خائن، قلت أبو بكر خائن، عمر خائن، أبو موسى الأشعري خائن، أنت قلت هذا اللفظ لفظ غير مؤدب، فكيف الآن تقول أن علي قال كلاما مؤدبا؟ ألم يقل عن عائشة بأنها زانية؟ سمعت الشيخ، الحين انتقل إلى مرحلة أنا إنما أقول كلام علي. ألم يقل بأن عائشة زانية وتأتي بالرجال في دارها؟ خلاص الحين انتقل، الحين الدكتور انتقل إلى مرحلة زنا عائشة. نعم نعم الحين الدكتور خلاص أغريت، أنت الحين أغريت في أن أمير المؤمنين تلفظ بلفظ يدل على أن أبو بكر كان قادر انتقلت إلى الآن دكتور أنت مع الأسف مع الأسف مع كل احترامنا مع كل احترامنا كان يستعين بعلي بن أبي طالب في كثير من القضايا. زين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يستعين حلو بأبي بكر حلو تعجبني في كثير دكتور من قضاياه ومشاكله. تعجبني الحين نقطة ثانية. إذن ماذا تفعل مع هذا الحديث في صحيح مسلم؟ الحين ننتقل إلى نقطة ثانية سماحة ماذا الشيخ. ماذا تفعل بهذا الحديث في صحيح مسلم يا أيها الدكتور؟ زين سماحة الشيخ، سماحة الشيخ، الحين ننتقل الدكتور إلى نقطة كان أبو بكر يستعين أمير المؤمنين، أبو بكر يستعين بأمير المؤمنين في قضاياه، لأنه خلاص هو لأنه ما عنده رد. لا أنا أنا أنا, أنا إلى الآن لا أوافق. لا عبد الله رجاء، أستاذ عبد الله رجاء، إلى الآن أنا لا أوافق على أن ننتقل إلى نقطة أخرى قبل أن نحسم النقطة الأولى، وإلا يصير البحث حقيقة يعني ندور في حلقة يعني ما ننتهي إلى 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 نتيجة. ما ننتهي إلى نتيجة أنه في كل نقطة نصل إلى مرحلة فيها قبل أن يذعن أحد من الطرفين بالحق للآخر ننتقل إلى نقطة أخرى ما وصلنا إلى شيء بصراحة. أنا أريد نعم وأنا معك، أنا معك، أنت إشكالك علي منذ البداية قلت بأنك تسب وأن هذا مخالف لكلام علي، وأتحداك أن تأتي بلفظ صحيح صريح عن علي عليه السلام في هذا السب لأحد من أصحاب رسول الله. أنت ما قلت هاتي لي حديثا نبويا، يعني لماذا تخلط الأمور؟ وجئت لك بحديث من صحيح مسلم وإلى الآن أنت تقول لم لا أقر به. إذن سؤالي ماذا تفعل مع هذا الحديث في صحيح مسلم؟ أتقول إنه موضوع أم لا؟ تفضل دكتور. أنا لا أتحدث، لا أستطيع أن أجزم في هذا الحديث أولا لأني أنا إنسان موضوعي ولا أستطيع هكذا أن أجزم فيه. أنا أتحدث في جزئية السب والقذف. السب والقذف ممكن لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بشر ممكن ينفعل ويتلفظ بألفاظ، لكن لم يصل إلى حد القذف والشتائم بهذه الألفاظ. نعم ممكن أن ينفعل ويتلفظ بلفظ فيه وصف للشخصية التي أمامه، لكن لم يصل إلى حد القذف والشتائم والسب بهذه الطريقة. تقول عن عائشة بأنها زانية تأتي بالرجال في دارها، أنا أتكلم عن هذا القذف، عن هذه أرحتني أراحك الله، لا أتكلم عن جزئية انفعالات النفس. حلو. ممكن أن ينفعل علي بن أبي طالب ويتلفظ بألفاظ، لكن لم يصل إلى حد القذف. كلامي واضح؟ حلو الحين خلاص خلص دكتور. الحين تفضل سماحة الشيخ، كلامه واضح وممكن ترد عليه. أحسنت. طيب اسمح لي أجيب. أولا يا دكتور لو دققت نقلت لك حديثا ليس فيه أن عليا انفعل، أصلا لم يكن المتحدث عليا، وإنما كان المتحدث عمر بن الخطاب، هو يوجه كلامه لعلي والعباس يقول فرأيتماني وفرأيتم أبا بكر كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا فرأيتماني يعني نحن عندكم بهذه المنزلة، يعني هي قضية نظرة رؤية،
رؤية علي والعباس لأبي بكر وعمر أنهما خائنان كاذبان غادران آثمان، هذا الذي ورد في صحيح مسلم، ولم يكن مجرد انفعال وشجار بين الطرفين فخرجت كلمة من علي هكذا. مع الأسف إنك لا يعني تتدبر جيدا فيما أقوله، فيما أنقله إليك. القضية بعيدة تماما عن الانفعالات النفسية. القضية يقول فرأيتماه، فرأيتماني، رؤية نظر علي أو أبو بكر وعمر في نظر علي والعباس كيف؟ صحيح مسلم أجابك. هذا أولا. ثانيا، كان الكلام عن أنه هل قال علي أم لم يقل. تقول الآن لا يمكن أن أسلم وفي نفس الوقت تريد أن تلتزم بصحيح مسلم، ذلك تناقض يا أخي. إما أن تقول صحيح مسلم وإما أن تقول كتاب مسلم، فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. فإذا قلت هكذا تريحني أراحك الله، لأن الإشكال بيننا وبينكم في كثير من الموارد أنكم ما زلتم تعاندون على أن كل ما في الصحيحين صحيح. فإذا صارت عندك الشجاعة الأدبية والعلمية إلى أن تنقد الصحيحين وتسقط منه بعضا من الأحاديث لأي داع من الدواعي، أكمل معك المشوار وأجد أن هذا يعني نعمة عظيمة، لأني أريد أن أعرض كل أحاديث البخاري ومسلم على المشرحة، أريد أن أعرض. فمثلا أحاديث قصة الإفك التي جاءت في عائشة وأخرجها البخاري ومسلم ودوختمونا بها تكون قابلة للنقد. لا تقل لي أنه ما دامت هذه الأحاديث في الصحيحين فهي إذن ثابتة ولا بد من الإيمان بأن المبرأة هي عائشة. أجادلك وأناقشك، أقول كما أنت أسقطت حديثا من مسلم وألغيت هذا الاعتبار للصحيحين أنهما صحيحان بالكلية، فإذا نحن لنا كذلك أن نناقشك في أحاديث أخرى ونبرهن على أنها ليست بأحاديث صحيحة، وأن المقذوفة كانت السيدة الجليلة مارية القبطية رضوان الله تعالى عليها، بل سلام الله تعالى عليها. سيما أن نلاحظ الأحاديث الوحيدة التي فيها لفظة الإفك هي الأحاديث التي تخص السيدة مارية وليست التي تخص عائشة، وسيما أننا نلاحظ الأحاديث التي تتحدث عن تلك القصة الأسطورية عن عائشة وغزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق وأنها قد برئت وهناك ضاع عقدها وإلى آخره إلى أن نزل فيها القرآن، نجد كل هذه الأحاديث تنتهي إلى شخص عائشة، إلى نفس عائشة. فأتريد منا أن نصدق عائشة فيما ترويه عن عائشة ولا نجد دليلا آخر؟ فلذلك أريد منك أن تكمل هذا المشوار، وهو مشوار جيد، طريق جيد، أي أن يكون عند الإنسان نوع من التمرد على الموروث، ينقده يغربله جيدا، وهذا الذي نصنعه. أما قضية أنه هات لنا دليلا على أن عليا قذف عائشة، فوالله الدليل موجود، ولكن ماذا أصنع في من لا يقرأ؟ ليتك تحصل على كتابنا الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، وهو يعني كتاب مؤلف من أكثر من 1000 صفحة في هذا الموضوع، ولو طالعت ما ترونه أنتم لا وجدت ما يشيب له الولدان. نعم علي بكلام عائشة هي تقول كان علي مسلما في شأني، لما صارت قصة الإفك هذه على ما ترويه عائشة أنه قذفها عبد الله بن أبي بن سلول وحسان بن ثابت وبريرة وعفوا وهذه المرأة حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش ومن أشبه ومصطح بن أثاثة بن أثاثة، هؤلاء جميعا لما قذفوها على حد زعمها كان علي مسلما في شأنها، صدق هؤلاء وسلم أساسا أنه نعم عائشة زانية. وللعلم تم تحدينا في هذه المسألة قبل فترة، تتذكر ربما أنت هذه الضجة التي افتعلت قبل فترة من قبل هذا الذي باهلناه، هذا أكو واحد
من مشايخكم في الكويت اسم الكوس. هذا الرجل تحدانا قبل فترة وقال لما أطلق تلك الكذبة أنه أنا أصبت بالمرض قال بأنه أريد منك دليلا صريحا صحيحا. أتحداك أيها الكذاب أيها الرافضي أيها الخبيث. ما خلى لسانه الطول كان بس هذا ما تحاسبوه، ما تقولون هذا بعيد عن أخلاقيات الإسلام وإلى آخره، ما تحاسبوا، بس إحنا المساكين تحاسبونا على أي حال. فهذا تحداني وقال أنه أتحداك أن تأتي بحديث صريح صحيح أن عليا خاض في الإفك في عائشة أو قذف عائشة. فكان عندنا بث مباشر بعد ذلك وجئت بالدليل وصككت به وجهه ولم يرد إلى هذه اللحظة، وأخرجت له من صحيح البخاري أن عليا كان مسلما في شأنها. فالدليل موجود ولكن دعنا إنجاز التعبير نفهرس المطالب والبحوث، دعنا نأخذ نقطة نقطة رجاء. أنا ما أحب ترى هذا الأسلوب، كثير من البكرين هكذا يناقشوني أنه أتكلم في نقطة قبل ما ننتهي من هذه النقطة وألزمه بها يروح ينتقل إلى نقطة أخرى. بس إيش دخلنا إحنا محمد أبي بك وإيش دخلنا بكذا وكذا؟ أنت الآن يعني قدم ما لديك من إشكالات وأنا أعطيك الدليل وأقيم البرهان، وأنت بعد ذلك عليك إما أن تقر أو لا تقر. أما أنه تصمت هكذا وتنتقل إلى نقطة أخرى بصراحة الكل يعتبر ذلك هروبا وفرارا. نعم الدكتور لك مجال. لك الحين أعطيك مجال سماحة الشيخ الحين نعطيه مجال تفضل. أخ عبد الله الشيخك تحدث كثيرا وانتقل من عدة جزئيات. نعم تترك له الحديث أن يتحدث كيف ما شاء. نعم عندما أتحدث تقطع علي الحديث. لا 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 حديث الإفك معروف ومشهور، موقف العقد وما قاله علي هذا مشهور عندنا ومعروف وسلم به، عكس ما ذكرته الشيخ الذي في الكويت وسلم به وسلم به. إذا هناك في النفس شيء، ها في النفس شيء، يعني عائشة في نفسها شيء من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالمسألة هنا مسألة خلافية بين عائشة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه، في خلاف بينهم، أمر نفسي نقره جميعا، الجميع يقر ذلك. لكن نتحدث بجزئية حديث الإفك وتقول بأنها نازلة في ماريا، هذا الكلام لا نسلم به إحنا، نحن أهل السنة نقول أن هذا نازل في نزل في عائشة، والحدث يبين لك ما ذكرت بنفسك، ذكرت بنفسك واعترفت به في البداية، قلت أن هذا راجع لماريا القبطية. هذا أمر. الأمر الآخر، الآن أنا أسألك بالله، عندما نخرج من هذا الواقع ونذهب ونسبر التاريخ والتراث ونخرج هذه الأمور التي وقعت بين صحابتي من شجار وخلاف وتناحر والكل يعلم ذلك، ونقول أن لهم وعليهم كما ذكرت في البداية لا ننظر إليهم نظر قداسة، لهم وعليهم، أنتم تنظرون إلى علي كرم الله وجب أنه معصوم، نحن لا ننظر، العصمة للأنبياء فقط، هذه قاعدة الكل يتعرف عليها. كذلك أنا أسأل على جزئية الآن، يعني ما الغاية من نفس التاريخ؟ تقول أنا مجتهد، إذا أخطأت فلي أجر. الاجتهاد هنا المفروض أن ينبغي أن يكون في الأحكام والعبادات والمعاملات، لا في أعراض الناس وفي سيرهم وفي تاريخهم وفي ما يمس شخصياتهم. هذا لا يقال عنه اجتهاد بأي حال من الأحوال، لنتفق على ذلك. هل هذا الذي تنظر إليه اجتهاد؟ أنا أقول لك ليس باجتهاد، لأن الاجتهاد في الأحكام والعبادات والمعاملات. أم أنك تتطرق إلى الشخوص وإلى سيرهم وإلى ذواتهم وتطعن في أعراضهم وفي دينهم وتصفهم بهذه الأوصاف، وأعتقد أن ذلك يعني ليس بمقبول ولا أحد يتقبله منك، حتى كثير من الأخوة الشيعة، أنا اشتغلت في هذا المجال وأحترم أخوان الشيعة كثيرا وأعرفهم عز المعرفة ويعرفونني، ولا يقرون لك بأي شيء من هذه الألفاظ
التي تقولها في كثير من الجوانب لا يقرون بها أبدا. نعم هنالك بعض المتشددين من قبلكم ومن قبلنا، نعترف بذلك. أنت من المتشددين في هذا الجانب، لا تسعى إلى التقريب بأي حال من الأحوال. فهل بالله عليك الآن عندما تتحدث في هذه الأمور في هذه الجزئيات وتأتي ببعض الكتب التي لها وعليها وبعض الأحاديث التي لها وعليها، ونعترف هناك يعني أهل السنة، كثير من أهل السنة عليهم ملاحظات على صحيح مسلم وبخاري، لست أنا، كثير من علمائنا لهم هذه الملاحظات. لو كنت تعلم تمام العلم نحن لا ننظر نظرة حدثة ولا نقول بأن هذه الأحاديث كلها صحيحة. كثير من العلماء، فيتكون لديك هذه المعلومة، أكررها أكثر من مرة أكثر من مرة، نحن عندما ننظر إلى هذه الأمور ننظر إليها نظرة عقلية، لكن لا نتطرق إلى ذوات وإلى شخصيات وإلى أعراض ونقذف ونشتم كما تشتم. هل يوم من الأيام رأيت سنيا يشتم بمثل هذه الألفاظ لصحابة رسول الله أو لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كذلك سألتك سؤالا واحدا بالله عليك، إذا كانت عائشة فيها هذه السيئات، يعني 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 هل الله سبحانه وتعالى يعني بغافل على أن يزوجها لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يجوز بالله عليك؟ بالله عليك، هذه زوجة رسول الله، وربك برأى من فوق السماوات السبع، وعليك أن تبحث في هذه الجزئية، رجاء نبحث فيها ولا تستعجل. وأنا أنصحك نصيحة لله، نصيحة مسلم لمسلم، أن نبتعد عن التلفظ مثل هذه الألفاظ اللي فيها قذف وفيها سب وفيها شتائم، رجاء، لأنك أنت ياسر الحبيب فلتكن حبيبا ومقبولا عند الناس. هذا آخر نصيحة لك، لأن لو بدأنا نتحدث في هذه الأمور أنا مستعد أن أتحدث فيها ليالي، نأتي بكتب ونأتي بمؤلفات وليس لديك أي حجة، والله ليس لديك أي حجة. دع التاريخ، دع الصحابة، دع زوجات الرسول، أمرهم لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تجتهد اجتهد في الأحكام والعبادات والمعاملات، هذا موطن الاجتهاد وموقف الاجتهاد، لا أن تبحث في أعراض الناس وأن تتحدث عن زوجات الرسول بهذه الطريقة وبهذه الأمور يعني. فلتكن حبيبا رجاء. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص دكتور خلصت؟ إذا أردتموني هذا رقم تليفوني ومحروف وأنا في جامعة قطر إن شاء الله. خلاص الحين أعطيه مجال الشيخ. وشكرا لسعد صدرك يا أخ عبد الله والشيخ حبيب والأخوان في البرنامج. حياك الله. زين إنك يعني تجرأت واتصلت، هذه كافي إنها تعتبر منك شجاعة إنك تتصل وتناقشنا. نعم تفضل. نعم سمعت الشيخ. حياك سماحة الشيخ. الدكتور كان عنده عدة نقاط وتقريبا النقاط مو تبي سماحة الشيخ تجاوب على النقاط هذه الأخيرة اللي طرخها آخر شيء. نعم أنا إن شاء الله أجيب، ولكن ما أدري البرنامج مو مفترض أنه يكون انتهى الآن. لا سمعت الشيخ، إحنا اتصلنا في الشركة وأخذنا يعني تمديد أعمال عبادية ليلة القدر، ما أعرف أنه سمعت الشيخ هم هذا عمل عبادي إن شاء الله، فتفضل تقدر تأخذ وقتك. طيب لا بأس. هذا طبعا راح يكون هم راح يكون على حساب إن شاء الله إن شاء الله. نعم لا بس يعني أولا مرة أخرى أعيد وأجدد على أنه كان يفترض من الدكتور أنه لا يتغافل عن النقطة الأولى التي تحداني فيها، ولعله تنازل شيئا ما وبدأ يقر بقوله أنه جماعة من علمائنا يعني ينقدون ما في البخاري ومسلم ولا يقولون كله صحيح، ولكنه سكت عن موقفه أنه هل كل ما في البخاري، يعني هو ماذا يأخذ، أي الرأيين يأخذ. طبعا لا يخفى على الإخوة أنه
أولئك الذين يقولون بأن ليس كل ما في الصحيحين صحيح، هؤلاء يعتبرون قلة وشرذمة في المحيط البكري، وتقاطعهم عادة الجماهير البكرية والعلماء البكريون كذلك. يعني من يتجرأ على أن يرد حديثا في الصحيحين، أصلا بعض المدارس البكرية وخصوصا الوهابية ترميه بالكفر والارتداد، يعني يعتبرون ذلك أمرا يعني تجاوز فيه المحظور. نعم بعض الأزهريين مثلا على سبيل المثال، هذا الدكتور جمال البنا مثلا أخو حسن البنا، ينقد ما في الصحيحين ويكذب ببعض الأحاديث ويرميها بأنها يعني موضوعة ومختلقة بكل جسارة. يعني فهو الدكتور عليه أن يعني حتى أستطيع أن أناقشه جيدا، وحتى يعني نستطيع أن نجعل ما الذي نحتكم إليه، لأنه أريد أن ألزمه بما هو يقول بصحته على الأقل. فأنا إلى الآن لم يتبين عندي أنه هل يميل إلى أولئك الذين يقولون كل ما في الصحيحين صحيح، فهنا أستطيع إلزامه بنحو ما، أما أنه لا يتمرد على هذا الواقع ويتكون عنده شيء من الجسارة العلمية والشجاعة الأدبية فيقول لا لا أسلم، أنا أخذ بالرأي الآخر وهو وإن كان رأي الأقلية أنه لا البخاري ومسلم ليس فيه كله صحيح. فإن كان يأخذ بهذا الثاني أفتح معه نقاشا أبطل به ما استدل به الآن في تالي كلامه، وهو أنه قال نحن مسلمون، دققوا في كلامه، قال نحن مسلمون بأن حادثة الإفك كانت في عائشة وأن التبرئة كانت لها من فوق سبع سماوات، وذلك إذا طالبته أنا بالدليل عليه فلا محالة يخرجه من هذين الصحيحين من البخاري ومسلم. فلا يسعه حين ذلك أن يعتذر قائلا هذا كله صحيح فأنا ألتزم به، لأني أقول قد أبطلت أنت هذا أولا، وجعلت ولو الإمكان في أن يكون في هذين الصحيحين ما هو مكذوب ومختلق وموضوع، فأنا الآن ألزمك بناء على هذه القاعدة التي قررتها أنت أو بنيت عليها أنه تعالى نبحث في كل ما جاء في هذين الكتابين عن قصة الإفك لكي نكتشف لعل هذه الأحاديث كلها سيما أنها كلها مروية عن عائشة لعلها كلها كانت كذبا في كذب مختلق. وهو رجل منطقي ودرس المنطق ويعلم بأنه منطقيا نسبة أن تكون كل هذه الأحاديث مكذوبة نسبة 50%، فيستطيع بأنه بالفعل يبحث لكي يكتشف. ثم هو يدعوني لأن أبحث، يقول أنت ابحث من جانبك وأرجوك أن تبحث في هذا الجانب. يا أخانا ومن قال لك أني لم أبحث؟ يشهد الله صرفت عمري في البحث في هذه المسائل وغربلت أحاديث عائشة ومحصتها وأعطيت خلاصة بحثي في هذا الشأن في قضية قصة الإفك في كتاب الفاحشة، جئت بكل الأحاديث التي تعزى لعائشة وحتى التي تعزى لغير عائشة، أثبتت أن هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة، وأنه حتى ذلك القسم الذي يعزى لغير عائشة ينتهي إلى عائشة كذلك. فصار عندنا مصدر وحيد فقط لكل هذه القصة المهولة، قصة الإفك التي هي تعتبر أفضل كرامات وفضائل عائشة، وجدناها كلها تنتهي إلى شخص واحد هو نفسها عائشة. ولذلك يقع الشك في نفس الباحث أنه أمر كهذا شهده الألوف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الغزوة، انحصر طريقه في امرأة واحدة وهي التي تنتفع من هذه القصة. أي باحث يعمل بالمنطق يشك في هذا الأمر
ويقول لا هنا أتوقف، دعني أبحث أكثر لعل هذا الأمر كله كان سرابا، وإلا لا يعقل أنه لا يصلنا من طريق آخر مع شهود الآلاف له. فلذلك بدأنا ننقد هذه الروايات رواية رواية، وجدناها لا تتفق مع السياق التاريخي، وجدناها متضاربة المضامين، ووجدنا الآيات الكريمات التي نزلت في سورة النور لا تنطبق على هذه التي ذكرتها عائشة من أحداث وتفاصيل، لارتباطها بآية الحجاب، لارتباطها بكذا، كل ذلك تفصيله في الكتاب. فطفقنا نبحث عما يمكن أن تكون هذه الآيات قد نزلت في شأنه. وجدنا قصة أخرى أيضا هي قصة إفك، ومروية عن أكثر من طريق، وتلك القصة فيها أن التي قذفت لم تكن عائشة وإنما السيدة ماريا القبطية عليها سلام الله. ووجدنا تلك الأحاديث أثبت وأقوى وأكثر انسجاما مع السياق التاريخي ومع الآيات القرآنية، وفيها هي الوحيدة التي فيها تلك الطائفة من الروايات لفظة الإفك أصلا، تقول عائشة فقال أهل الإفك والزور، في حين لا نجد في روايات عائشة هكذا على سبيل المثال. فأخذنا بالثاني، سيما أن هذا الثاني هذه الطائفة من الروايات مع أنها مروية في الصحاح، مع أنها مروية عند الطائفة المخالفة لنا، وجدناها تطابق الأحاديث عن الأئمة الشرعيين من آل محمد صلوات الله عليهم. فتأكدنا من الأمر وعرفنا أن كل هذا الذي يدعى فيه أن عائشة هي المبرأة من فوق سبع سماوات باطل. ثم فتشنا في كتاب الله تبارك وتعالى فوجدنا سورة كاملة نزلت باتفاق المسلمين في إدانة عائشة وحفصة، اتفاق الشيعة وغيرهم، فأخذنا بهذا المتفق عليه وتركنا ذلك المختلف فيه، وهذا من الاجتهاد. وأنت مع الأسف أيضا تغافلت الجواب، ولم أكن أحسبك هكذا، تغافلت الجواب عن سؤالي إياك أنه ماذا تفعل مع سورة التحريم، وهل تسلم بأنها نزلت في ذم عائشة وحفصة وإثبات حيدتهما عن الإيمان أم لا؟ أيضا تجاهلت هذه النقطة ولم تجب عليها. على أي حال، هذا الذي يجتهد في التفسير بالله عليك، أي عالم من علماء المسلمين قال لا يحق للمسلم أن يجتهد بالتفسير حتى تحصر نطاق الاجتهاد كما قلت بالعبادات والمعاملات؟ بالله عليك أي عالم قال هكذا؟ ها هم علماء الإسلام سلفا وخلفا يجتهدون في تفسير الآيات الكريمات، ويجتهدون في بيان أسباب نزولها، يبحثون في الأسباب المروية عن نزول الآيات، يقولون نرجح هذه الطائفة على هذه الطائفة، هذا السبب على هذا السبب. فإذا هذا من الاجتهاد. أنت تحاول مع الأسف أن تشنع علينا وتقول هذا قذف في الأعراض. سبحان الله سبحان الله يا أخي، خو هذا اجتهاد في تفسير الآيات، نريد أن نعرف من التي قذفت، من التي قذفت، ما المشكلة في ذلك؟ ثم عجبا تقول لا يحق للمرء أن يجتهد إلا في العبادات والمعاملات، ما بالكم إذن تقولون عن سيدكم معاوية اجتهد فأخطأ حين كان يأمر بسب علي أو بقتاله؟ أكان هذا في العبادات والمعاملات بالله عليك؟ ما بالكم تقولون عائشة اجتهدت فأخطأ حين خرجت لحرب الجمل؟ أكانت حرب الجمل بما فيها من القتال وسفك الدماء كان ذلك اجتهادا في العبادات والمعاملات؟ لا يسعك أن تقول هذا، تقول كان اجتهادا في شأن آخر، طلب قتلت عثمان، طلب قتلت عثمان والقصاص منهم وما إلى هنالك،
ولكنه هذا كله أجنبي عن العبادات والمعاملات، خارج عن هذا النطاق. فإذا صححت لعائشة ومعاوية الاجتهاد في هذه الأمور، كيف لا تصحح لي أن أجتهد في التفسير؟ بالله عليك، يعني أنا إن رفعت سيفا وقتلت تقول اجتهد فأخطأ ومسموح، هذا ضمن دائرة الاجتهاد. أما إن اجتهدت في التفسير، في تفسير الآيات حتى أفهم أنه هذه الآيات نزلت في من وفي تبرئة من، تقول لي أنه لا يحق لك الاجتهاد في هذا؟ فإذا أنت هنا واقع في مغالطة كبيرة، كبيرة جدا، تنقص من مقامك العلمي صدقني. لابد أن تسلم بحقنا في الاجتهاد في تقييم تلك الشخصيات. ولما نريد أن نقيم شخصية لابد أن نفتش في مثالبها، كما أننا نفتش في فضائلها كذلك، نفتش في معايبها في جرائمها، كما نفتش مثلا في مناقبها وما يروى عن علو شأنها. ننظر إلى الطائفتين معا حتى نكون متوازنين ونعرف كيف نقيم هذه الشخصيات. وأنتم تصنعون الشيء ذاته دون أن تقولوا إن هذا طعن في الأعراض وقذف للناس وهتك للحرمات وما إلى هنالك. أليس عندكم علم الجرح والتعديل كما هو عندنا؟ الفارق بيننا وبينكم في منهجية الجرح والتعديل، أتعلم ما هي؟ ما هو الفارق؟ الفارق هو هذا، أنكم جعلتم الجميع خاضعا للجرح والتعديل من الرواة، هكذا من الرواة انطلقتم إلى الأعلى طبقات كلهم إلى أن وصلتم إلى التابعين، ثم لما وصلتم إلى من تسمونهم الصحابة أقفلتم باب الجرح والتعديل فيهم، قلتم كلهم عدالة الصحابة أجمع. نحن لا تعدينا هذا الطور وقلنا حتى الطبقة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يجرحون كما يعدلون. فنأخذ شخصية أبي بكر نبحث في شأنه، أهو عادل أم مجروح ساقط العدالة، أهو صالح أم طالح؟ بحثنا في ذلك وجدنا أن الرجل طالح، كما أنتم تبحثون في من هم من التابعين وأنت نازل وتقولون عنهم طالحين وتذكرون معايبهم وتقذفونهم، هنالك قذف صريح في كتب الجرح والتعديل، وأنت تعرف، ما أحتاج أن أذكر لك هذا الشيء، يعني بإمكانك ترجع إلى أي كتاب من كتبكم في الجرح والتعديل، تجد، ارجع إلى لسان الميزان لابن حجر، ارجع إلى غيري، تجد آلاف الطعون والخوض في أعراض بعض الذين هم من الرواة تخوضون فيه، ولكنكم لا تقولون هذا لا يسوغ أو لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنكم تقولون لابد من أن نحدد أنه هذا رجل ثقة، عادل، صالح، صدوق، يمكن الأخذ عنه أم لا يمكن. فكذلك نحن نقول عائشة، يا أخانا، عائشة رويت عنها آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث جاءتنا عن عائشة، فلا يسعنا إلا أن نبحث في شخصيتها، هل كانت امرأة صالحة أم كانت امرأة طالحة، هل كانت امرأة صادقة أم كانت امرأة كاذبة. وهذا يستدعي منا أن نفتش في كل سيرتها بما فيها المثالب، بما فيها الجرائم، بما فيها المخازي كالزنا وغيره. أما أن تشكل على ذلك بأنه لا يحق لكم الاجتهاد، هذا كلام مردود أصلا تبطله قواعد العلم، قواعد العلم تبطل كل هذا. وأما التشنيع على أنه أو يعني محاولة الإشكال علينا هكذا أنه كيف الله يختار زوجة له هكذا وإلى آخره، يا أخي هذه إشكالات بعد لم تعد لها أي قيمة علمية. لماذا؟ لأنه ينقضها كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله يحدثنا عن أن الله اختار، يعني لا يسعك أن تقول بأن النبي كان من تلقاء نفسه اختار زوجته، حسب كلامك أنت تقول أن النبي كان يختار بأمر الله، أليس كذلك؟ طيب أثبت القرآن أن زوجة لأحد الأنبياء وهو نوح كانت كافرة خائنة شائنة، كذلك زوجة نبي آخر وهو لوط عليه الصلاة والسلام كانت كذلك، وكانت تصعد على سطح دارها وتعلم أنت ماذا كانت تدعو، كانت تدعو إلى الفاحشة بتصفيقها وصفيرها.
كانت تحض الرجال على أن يأتوا الرجال، ومع ذلك لا نسمع صوتا يقول بأنه أما كيف رضي الله بأن تبقى زوجتين هكذا مع أنبيائه مع نبييه هكذا وهما على هذه الصفة، وهي صفة قبيحة كانت تحث على الفواحش، ولم يطلقهما النبيين إلى أن الله أهلكهما. فما بالكم تشرئب أعناقكم إذا ما قلنا إحدى زوجات نبينا محمد صلى الله عليه وآله كانت على هذه الصفة، على أننا نقول لم يكن ذلك في حياته وإنما كان ذلك بعد استشهاده بسنوات. أي شيء يدخل على النبي منها بعد ذلك؟ هبها كانت صالحة في حياته، ما شأنك بما كان منها بعد استشهاده؟ والمشكلة أنكم لا تنظرون إلى التمثيل القرآني. الله عز وجل بنفسه مثلا لعائشة وحفصة امرأتين نوح ولوط، ماذا تريد أكثر من هذا؟ هو الله عز وجل بنفسه ذكر الخيانة فخانتاهما، إلى ماذا يومئ الله عز وجل هنا؟ هو الله عز وجل بنفسه لم يجعل أمر ارتكاب الفاحشة من قبل أزواج نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله أمرا ممتنعا، ما قال هكذا، بل بالعكس أثبت إمكان وجواز حدوث ذلك منهن، لأنهن لسنا معصومات بالاتفاق. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالله عز وجل يحذرهما، وقل لي بالله عليك إذا كان الأمر ممتنعا فيقبح من الحكيم، وأنت دارس هذه الأمور تعرفها، يقبح بالحكيم أن يحذر مما لا يمكن أن يقع. يعني أنت رجل مثلا أعرفك صديقي وأعرف أمانتك وأعرف إخلاصك، أآتي إليك أقول لك مثلا إياك أن تسرقني، تعطيني اللطمة على وجهي وتقول أنت لست بحكيم. الحكيم يقول الكلام في موضعه، هذه الحكمة. أرأيت مني ما يمكن أن يكون أن يسوغ لك أن تحذرني بمثل هذا التحذير؟ هذا شيء لا يكون مني. فإذا كان الله عز وجل عالما بأنه لا فاحشة يمكن أن تصدر من أزواج نبيه صلى الله عليه وآله لكان يقبح به أن ينزل آية تتلى في المحاريب إلى أبد الدهر هكذا، ويحذر بهذه الغلظة والشدة نساء نبيه ويقول من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. فلماذا يحذرهما وما معنى الفاحشة؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. تعال ننظر إلى كل الأدلة ونضمها بعضا إلى بعض. أولا نجد أن كتاب الله تبارك وتعالى لم يرد فيه دليل على أن أزواج الأنبياء معصومات من الزنا، بل على العكس. وللعلم أقر بذلك الألباني، هذا الألباني شيخ الحديث وإمام الحديث في عصركم، هذا إمام حديثكم، قال وصرح في كتبه أنه ليس نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يمتنع عليهن أن يرتكبن الزنا، يمكن أن يرتكبن الزنا. فإذا هذه القاعدة حينما نستند عليها ونعلم بأنه هذا أمر ممكن، ننطلق بعد ذلك في البحث في الدليل، نجد أدلة تتضافر بمجموعها من رضاع الكبير إلى إدخال الرجال في البيت. وأنت تستبشع مع الأسف هذه الكلمة، وأتعجب منك كيف تستبشع هذه الكلمة مني، أن عائشة كانت تدخل عندها الرجال، وهي ثابتة في صحاحكم ومصادركم يا أخي، كانوا يدخلون عندها وكانت تعلمهم غسل الجنابة وهي عارية شبه عارية، علماؤكم يذكرون في شرحهم لهذه الأحاديث، كانت تعري أعالي البدن حسب ما يقول النووي وتستر أسافله، شوف المسخرة يعني هكذا.
وثم بعد ذلك ينامون يباتون عندها طوال الليل ويحتلمون عندها وتتفحش معهم بالكلام، تقول هي عدي نفسه أفعلتها. الآن نحن لسنا في وارد التفصيل في هذه الأمور، أنا أعلم أن الكلام ثقيل، أعلم أنه الكلام ثقيل، ونحن في ليلة القدر وفي ليلة شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا نريد أن نخوض الآن في هذا المبحث، هذا نتركه إلى فرصة أخرى. ولكن كل ما أريده من كل إنسان مسلم أنه من البداية لا يستبشع شيئا، نقوله خذ الأمر بأريحية، خذه واجعل له احتمال واحد بالمليون أن يكون صحيحا وأن نكون صادقين في الأمر، وابحث في الدليل، ما قبلت به رأيت أنه الدليل ليس تاما أرفض الأمر خلص انتهينا، وكان الله غفورا رحيما. ولكن وكما قلت وأعيد وأكرر، مهما يكن من أمر فنحن اجتهدنا في القضية ولنا أجرنا عند الله تبارك وتعالى، ليس بيننا وبين عائشة أي ثأر شخصي، ما عندي أنا شخصيا ثأر شخصي، ما عندي، عندي ثأر مبدئي، هذه المرأة في اعتقادي الذي يحاسب علي أمام الله تبارك وتعالى أنها أجرمت في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، طعنت في نبوته، أهانته، تجاوزت عليه، أحدثت في دينه، كذبت عليه، اختلقت عشرات الأحاديث التي تكذب بها على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قتلته، ثم حاربت الوصي الشرعي الإمام أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه. لهذا كرهت هذه المرأة وأبغضتها، ولو أنها كانت كزوجة أخرى صالحة من زوجات نبينا صلى الله عليه وآله، كخديجة الكبرى عليه السلام أو أم سلمة عليه السلام، لوالله لوجدتني أن أجعلها فوق رأسي. ولكن القضية مبدئية. أما أن تقول أنه حتى بعض الشيعة لا يقبلون كلامك، أولا أنت قلت كل الشيعة وهذا غير صحيح، لا يعني أبشرك، وأنا رجل منصف، يعني أنا لا أحب لغة التعميمات، أنا لا أقول لك كل الشيعة يؤيدوني، ولكن طائفة من الشيعة تؤيدني وهي في ازدياد بحمد الله وفضله، وأنا لا أدعي بأنه أنا أمثل كل الشيعة في العالم، هذا رأيي ورأي الذين أمثله لا أكثر ولا أقل، تعال ناقش هذا. أما التوسل بأنه يعني آخرون ذكروا عنك كذا ولا يقبلون كلامك، هذا لا ما يفيد، يعني لا يودي ولا يجيب في البحث العلمي. ليش؟ لأنه حتى البخاري ومسلم هنالك من علمائكم من طعنوا فيهما وتغوطوا عليهما، قالوا عنهما أنهما متسوقان وأنهما كذا وأنهم كذا، وذكرت ذلك في سلسلة محاضراتي أكذوبة عدالة الصحابة إن شئت فراجع. فإذا هل يصح لنا أنه الآن نقول لكم لا تأتيني بالبخاري ومسلم ولا حجية فيهما أبدا لأنه فلان وفلان طعن فيهما؟ لأن لا دخل لهذا في البحث العلمي أبدا. وإذا لاحظت، وهذه اهتم بهذه الكلمة مني جدا مهمة وتنفعك، إذا لاحظت تجد أن الذين أنكروا علينا ليسوا بشيء في العالم الشيعي، من نسميهم نحن مراجع الحكومة، يعني مراجع الحكومة الإيرانية، ناصر مكارم شيرازي وأمثاله من هؤلاء لا يساوون في السين هؤلاء في الحوزة الأصيلة، أما المراجع المعتبرين الذين هم أعمدة الحوزات العلمية ما صدر منهم شيء ضدنا، تعال هاتي لي من النجف أو من القوم المقدسة، التزموا الصمت. لا أدعي أنهم كلهم يوافقوني، الذي أعلمه أن قسما منهم يوافقوني قسما منهم لا يوافقوني، ولكنهم لا يطعنون في ويحترمون في اجتهادي ويحترمون في رأيي في هذه المسائل، ولا يسعهم لا إخراجي لا من الملة ولا من الدين ولا من العدالة. وهذا أمر يفترض بك أنت أن تفهمه جيدا وتعرف أنه التشيع عالم كما أنه أنتم عالم، فيه تيارات وفيه مدارس وفيه آراء وفيه أجنحة مختلفة وكل منها تختلف نظرته عن الآخر. نحن ندعي أننا نحن نمثل التشيع الحق والإسلام الحق وهذه حجتنا، تعالوا ناقشوها وأبطلوها. أما
أن تنطلقوا نحو الاستفزاع والتأليب والتهديد وما إلى هنالك، لا أحسبك إن شاء الله من هذا الصنف من الناس الذين فقط همهم هو يعني يجعل منا فزاعة للعالم، وإنما إن شاء الله تناقش وتجادل بالتي هي أحسن، وبعد ذلك الله عز وجل يظهر الحق ويظهر أي من منا له الحجة الفالجة، واترك الخيار واترك الناس هم الذين يحكمون. هذا أظن هو يعني الكلام الذي هو منطقي وعلمي في هذا المجال. أحسن سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، بس لا ننكر سماحة الشيخ أن الأخ لديه تحرر من تحجر علمائه، فيقول يعني بأن الكتب لها ما لها وعليها ما عليها، وكذلك الصحابة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وكذلك قدح بمعاوية، فلديه نظرة جديدة أول مرة يعني نشاهدها. هذا أمر مطمئن بحمد الله، هذا أمر مطمئن ويبشر بخير. الدكتور رغم موجود عند الإخوان، ودائما إذا عنده مداخلة نرحب فيه ويكون على الرحب الساعة. سماحة الشيخ، عندنا أسئلة الإخوان، خل ناخذهم على السريع قبل أن ننهي البرنامج. بالبداية خل ناخذ سؤال الأخ اللي أمس اتصل، عقيل. أكو مجال أيضا في البرنامج يعني؟ إيه إذا نعم في مجال إذا تبي للصبح. إذا يعني تعطوني الرخصة حتى أنطلق يعني لإحياء هذه الليلة. خلاص سمحت الشيخ، ناخذ بس إجابة الإخوان اللي اتصلوا، وبعدها خلاص نعطيك الرخصة، بس لازم تجاوب عليهم بالبداية. نعم، الأخ عقيل يريد قراءة الآية صاد آية 33. نعم. نعم. نعم، وسورة الحجرات آية 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 33 من سورة صاد. نعم. الآية كم من سورة صاد؟ 33 سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. نعم، هو يقول علي أو علي، تقرأ عليا علي يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه أم علي، وكذلك 17 الحجرات علي علي علي. نعم. سبعة عشر. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم، أحسن سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، إذا متعب نعذرك ونأجل الأسئلة إلى الغد، أما إذا عندك استطاع أنك تجاوب، فلأن الإخوان اللي سألوا شيعة فعادي سامحونا مني للغد إن شاء الله. يعني مع قطع النظر عن التعب، أنا شوية متعب الحقيقة، ولكن يعني عندي الأعمال، ما أدري أنه يعني يكفيني الوقت إلى الصلاة، فإذا يعذرني الإخوة إن شاء الله في الليلة القادمة ممكن أن نجيب أكثر. نعم إن شاء الله ننقل أسئلة الإخوان الشيعة اللي اتصلوا ونمون عليهم ويعذرونا إن شاء الله، وانقلها إلى غد إن شاء الله، خلي يتابعونا إن شاء الله في برنامجنا، وإن شاء الله أنقلها إلى سماحة الشيخ ويجاوب عليها. سماحة الشيخ، نسألكم الدعاء، والإخوان اللي أوصوك في الدعاء، ولا سيما اللي في الكنترول علي وأبو فدك وصوني في الدعاء، ننقل لك وكذلك، ونشكرك على تواجدك معنا، وعظم الله أجوركم إن شاء الله. أدعو لكم إن شاء الله. حياك الله. أعزائي المشاهدين، ما بغي لي في هذه اللحظة إلا أن استودع الله
الذي لا تضيع ودائعه، واستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.